السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 8 شهر مايو، التاريخ الراسخ في وجدان كل الجزائريين، الذكرى 78 لواحدة من أبشع المجازر التي اقترفتها فرنسا الاستعمارية في حق الشعب الجزائري الأعزل العام 1945. نقف اليوم مع المناسبة المتزامنة مع إحياء اليوم الوطني للذاكرة. في موضوع آخر، دورة تكوينية لفائدة ضباط الحماية المدنية تحسبا لفصل الصيف، حيث ترتفع اليقظة ويزداد الحذر لمكافحة حرائق الغابات. التفاصيل مع ممثل الحماية المدنية. إلى ذلك وقفات إخبارية وتقارير وربورتاجات وآخر المستجدات الوطنية على رأس كل ساعة. إلى كل هذا والمزيد يأتيكم مشاهدينا عبر برنامج الظهيرة إلى 8:05. اليوم الوطني للذاكرة، الجزائر تحتفي اليوم بأمجاد من صنعوا تاريخها الناصع ولم يرضوا بغير الحرية والانعتاق سبيلا. ذكرى مجازر 8 ماي 1945، أكثر من 7 عقود من الزمن، وجرائم غلاة الاستعمار الغاشم ما تزال محفورة في أذهان الجزائريين وكل الأحرار في العالم. مجازر أودت بحياة عشرات الآلاف من المتظاهرين السلميين، إلا أن الجريمة لم تزد الجزائريين إلا إصرارا واستماتة في استرجاع ما أخذ منهم بالقوة، ليتوج مسار الحركة الوطنية بانطلاق واحدة من أعتى الثورات التحررية في العالم في الفاتح من نوفمبر المجيد 1954. في المناسبة نقف مع الذكرى لنتحدث عن السياق التاريخي، عن الأثر على اندلاع ثورة التحرير المباركة، وعن جهود نقل رسالة الشهداء لجيل اليوم. أسعد كثيرا في المناسبة مشاهدينا الكرام بالترحيب بأستاذ التاريخ الحديث والمعاصر البروفيسور محمد يحيى. مساء الخير بروفيسور، أهلا بك. مساء النور وشكرا على الدعوة. شكرا جزيلا لك بروفيسور. إذا هو يوم مشهود اليوم في تاريخ نضال وكفاح الشعب الجزائري، 8 ماي 1945، هذا التاريخ المحفور والذي يبقى عارا على جبين فرنسا الاستعمارية. بداية نتحدث عن السياق التاريخي، قبل أن تقترف فرنسا هذه المجازر في حق الجزائريين العزل آنذاك. فعلا بعد بسم الله الرحمن الرحيم، يعتبر تاريخ 8 ماي 1945 مرحلة ومحطة مفصلية في تاريخ الجزائر المعاصر. ففي مثل هذا اليوم قبل 78 عاما اقترفت فرنسا أكبر مجزرة لا تزال موصومة في جبين الاحتلال الفرنسي للجزائر، مجزرة راح ضحيتها آلاف، بل أكثر من آلاف، أكثر من 45,000 شهيد سقطوا في مثل هذه الذكرى. وهذه الذكرى التي كرمها رئيس الجمهورية سي عبد المجيد تبون قبل 3 سنوات بتسميتها وإطلاق عليها يوم الذاكرة، والذاكرة تعب النسيان. نعم فعلا، والمجازر لا تسقط بالتقادم طبعا. وهذه المجزرة ليست الأولى وليست الأخيرة في تاريخ الجزائر. ففي بداية الاحتلال الفرنسي سنة 1830 قامت فرنسا بعديد من المجازر، بداية بقرية قبيلة العوفية هنا في نواحي العاصمة، ثم محرقة ولاد رياح في منطقة مستغانم، وآل صبيح في منطقة شلف، والأغواط في 1852، ثم زعاتشا وغيرها من المجازر التي كانت فرنسا ترتكبها، وهذه موصومة بعار في جبين فرنسا الاستعمارية وفرنسا الاستعمارية، ثم أنها موثقة حتى في التقارير الإعلامية والتقارير العسكرية لهذه الدولة المستعمرة. نعم، في العام 1945 كان العالم آنذاك مشحونا بعديد الأحداث الدولية، أبرزها نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث الجزائريون كغيرهم ربما من الشعوب خرجوا من أجل الاحتفال بهذا الحدث، وأيضا خرجوا من أجل تذكير فرنسا الاستعمارية، ولو أن التذكير لم يكن نافعا آنذاك بوعودها
بأن تمنحهم الحرية وأن تعود إليهم أراضيهم المسلوبة. كيف قابلت فرنسا الاستعمارية المتظاهرون آنذاك أستاذ يحيى؟ طبعا الشعب الجزائري والرجال الجزائريون استدعتهم فرنسا باسم القانون التجنيد الإجباري اللي كان ظهر في سنة 1912 للمشاركة في الحرب العالمية الأولى وحتى الثانية. وعديد من الجزائريين أو بالآلاف الجزائريين، هناك إحصائيات بالآلاف الجزائريين اللي شاركوا في الحربين العالمية الأولى والثانية. هؤلاء الجزائريين هم الذين رفعوا التحدي وهم الذين كسبوا النصر لصالح فرنسا تحت العلم الفرنسي آنذاك، لأنه كانوا مجندين كما يقولوا، ليس طوعية ولكن مجندين رغم أنوفهم، وشاركوا في العديد من الجبهات الحرب ضد النازية وضد الفاشية، والكثير منهم من ماتوا لا تزال قبورهم تذكارا في أراضي الفرنسية، ومن بقوا على قيد الحياة هم الذين دخلوا الجزائر وهم الذين كانوا من قادة الثورة التحريرية في الفاتح نوفمبر 54 فيما بعد. ثم أن هؤلاء الجزائريين الذين قاموا بهذه المظاهرات التي جاءت نتيجتها فيما بعد بالمجزرة الكبيرة في نواحي سطيف وقالما وخراطة والشرق الجزائري، هؤلاء كانوا قد نظموا مظاهرة مرخصة، كانت فرنسا قد رخصت لهم لأنه هذا اليوم 8 مايو وكانت مظاهرة سلمية فعلا سلمية ومناشدة بانتهاء الحرب العالمية في أوروبا وفي العالم. أستاذ يحيى، والإثراء النقاش أكثر، نسعد أيضا بانضمام الأستاذ العيهار محمد، أستاذ التاريخ بجامعة بشار والذي يلتحق بنا من المحطة الجهوية لولاية بشار. أستاذي الفاضل مساء الخير وأهلا بك. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم دائما في إطار أحييكم جميعا. نعم دائما في إطار وأحيي ضيفك الكريم. شكرا جزيلا لك. دائما في إطار الحديث عن السياق التاريخي لاندلاع مجازر 8 ماي 1945، كيف كانت آنذاك الرد على هذه المجازر السلمية والتي خلفت مجازر نتحدث عليها اليوم ولا تسقط بالتقادم أستاذ العيهار؟ أكيد أن الحديث عن مظاهرات 8 من ماي 1945 والتي نسميها اصطلاحا بالمجازر لأنها مجازر فظيعة ودراماتيكية سلطت ضد الشعب الجزائري، هذا الشعب الأعزل في حقيقة الأمر الذي كان لا يملك إلا قوت يومه. ولذلك المجازر هذه جاءت في ظرف معروف دوليا، نهاية الحرب العالمية الثانية، وكانت شعوب العالم التي كانت تحت نير الاستعمار كلها آمال في تحقيق استقلالها الوطني، والشعب الجزائري واحد من الشعوب الذي خرج بطريقة سلمية ليعبر عن آماله وعن قضيته، وكانت القضية واضحة بحيث أن الشيء الذي حدث أن المتظاهرين الجزائريين خرجوا ابتداء من الفاتح ماي إلى غاية 8 ماي. في 8 ماي بالضبط كثير من المتظاهرين خاصة في الشرق الجزائري في قالما وسطيف وخراطة كما هو معلوم خرجوا يحملون لافتات، هذه اللافتات واضحة يطالبون بإطلاق سراح المساجين، بإطلاق مصالي الحاج، بالاستقلال للجزائر. إذن هذه المطالب كانت واضحة، وفي نفس الوقت كانوا يحملون العلم الوطني الذي هو رمز رمز الجزائر أمة وشعبا. إذن نجد أن الشرطة الاستعمارية هي من بدأت وبالتالي من مظاهرات سلمية إلى إطلاق النار، وبالتالي إطلاق النار كلف ضحايا، لأن الإحصاءات في حقيقة الأمر تحدث عنها المؤرخون سواء الأجانب أو الجزائريين، ومن ثم يمكننا أن نقف وقفة لهذه النقطة التاريخية التي غيرت مسار تاريخ القضية الوطنية. إذن فمسألة 8 ماي ليست فقط حدث، لا يمكن أن ينظر لها أنها حدث فقط تاريخي، وإنما هي نقطة تحول ارتبطت بنمو الوعي الوطني التحرري وكذلك بأزمة الاستعمار في حد ذاته.
لأن التواجد الاستعماري في الجزائر طيلة هذه السنوات إذا لم يقدم شيئا كحل للقضية الجزائرية، رغم أن الحركة الوطنية تقدمت بمطالب، وهذه المطالب جلها لم تحقق على أرض الواقع. ولذلك نجد أن في مارس 1944 أن الجنرال دوغول إذا يقدم مشروعا جديدا، هذا المشروع يتطلب إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، ثم أنه يتضمن شيء من ما يسمى بالإدماج، لكن مسألة الإدماج لم تعد مطروحة لأن القضية الوطنية أصبحت مطالبها أكثر وأكثر. إذن لابد لفرنسا الاستعمارية أن تنظر إلى القضية الجزائرية نظرة جد، لأن هناك مطالب قدمتها الحركة الوطنية أو ما يسمى بأحباب بيان والحرية في بيان 10 فبراير 1943، وهذه نسخ كانت منها نسخة عند الحلفاء، ونسخة كانت موجودة في الجامعة العربية، ونسخة كذلك عند الحكومة الفرنسية. إذن كان لابد من تلبية هذه المطالب، ثم أن مسألة الاستقلال الوطني كانت مطروحة بجد. إذن فالمجازر هذه التي ارتكبت تمثل شيئين اثنين: الأول نمو الوعي التحرري الوطني وإدراكه لقضيته العادلة، والنقطة الثانية أزمة الفكر الاستعماري الذي لم يجد حلاً لمشكلته هو نفسه. جيد. وأيضا أسست لالتفاف الشعب الجزائري حول مطالب الحركة الوطنية آنذاك، وهنا أعود إلى نقطة انتشار هذه المظاهرات من سطيف ديال مخراطة إلى تقريبا كل أنحاء الوطن. نعم. إذن فالمظاهرات في بداية الأمر انطلقت في مناطق محددة وضواحيها، سطيف ديال مخراطة، ثم أنها تواصلت إلى 10 ماي ثم 12 ماي، ثم ازداد عدد المتظاهرين، والإحصاءات موجودة للمناطق التي شملتها وكذلك الساعة التي انطلقت فيها المظاهرات. إذن هناك وثائق مثبتة في هذا الأمر. ثم أن التعسف الذي واجهه الشعب الجزائري آنذاك جعل كثير من المناطق أنها تتضامن مع ساكنة جيد الساكنة الجزائرية. نعم. أستاذ العيهار، سأعود إليك بعد قليل. نعم. من أجل استكمال هذه الفكرة ابقوا معي أنتم بالمحطة الجهوية لولاية بشار. مشاهدينا الآن إلى استوديو الأخبار، نتابع هذا الموجز لأهم الأنباء ثم على عودة بعد ذلك. الثالثة بالضبط، موجز لأهم الأنباء، أهلا بالجميع. بداية، تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من أخيه رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة السيد بشار الأسد، عبر له فيها عن شكره وتقديره البالغين للجهود الدؤوبة التي بذلها السيد الرئيس من أجل استعادة سوريا في ظل الرئاسة الجزائرية للقمة العربية لمقعدها في جامعة الدول العربية، متمنيا للشعب الجزائري المزيد من التقدم والازدهار. وبدوره أعرب رئيس الجمهورية لنظيره السوري عن تقديره وترحيبه لعودة شقيقة سوريا إلى الجامعة العربية، متمنيا للشعب السوري الشقيق اطراد التقدم والمناعة وللعمل العربي المشترك تحقيق ما تصبو إليه الشعوب العربية من مناعة واستقرار وتنمية. كما تم الاتفاق بين قائدي البلدين على تبادل الزيارات وتحديد برامج عمل مكثف يشمل كافة القطاعات من أجل التعزيز المستمر للعلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين.
في إطار متابعة مدى تنفيذ برنامج التحضير القتالي لسنة 2022-2023 على مستوى الوحدة الكبرى للجيش الوطني الشعبي المنتشرة عبر النواحي العسكرية الست، شرع السيد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ابتداء من اليوم في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار. في البداية وبعد مراسم الاستقبال ورفقة اللواء مصطفى اسماعيلي قائد الناحية العسكرية الثالثة، وقف السيد الفريق أول بمدخل مقر قيادة الناحية وقفة ترحم على روح الشهيد البطل مصطفى بن بولعيد الذي يحمل مقر قيادة الناحية اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأبرار. وبمقر قيادة الناحية عقد السيد الفريق أول لقاء توجيهيا مع إطارات ومستخدمي الناحية، حيث ألقى كلمة توجيهية بثت إلى جميع وحدات الناحية عبر تقنية التحاضر عن بعد، أكد فيها أن تقديس العمل الجاد والمتفاني هو الوسيلة المثلى لتحقيق النجاح في أداء المهام الموكلة. إننا في الجيش الوطني الشعبي نظل على قناعة تامة أن التكيف مع التطورات المتسارعة التي بات يشهدها العالم يتطلب أولاً وقبل كل شيء تقديس العمل الجاد والتفاني الذي نعتبره الوسيلة الفضلى بل المثلى لتحقيق النجاح في أداء المهام الموكلة وبلوغ المزيد من الجاهزية والمزيد من التطور في كافة مناحي ومجالات المهنة العسكرية. ولقد استطاع جيشنا بفضل التوجيهات السديدة للسيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني أن يحقق في وقت وجيز إنجازات معتبرة بفضل هذا النهج العمل القويم الذي منحناه ما يستحقه من عناية ورعاية من خلال توفير كافة موجبات النجاح وتوفير كافة عوامل التحفيز والتشجيع للمستخدمين والإطارات حتى يسود بينهم العمل الجاد وتترسخ لديهم ثقافة المنافسة الشريفة كل في مجال عمله ونطاق مسؤوليته. السيد الفريق أول أكد أيضاً أن الجيش الوطني الشعبي أصبح جيشاً محترفاً بكل ما تعنيه عبارة الاحتراف من معان ودلالات بفضل الحرص الدائم على الحفاظ على الجاهزية العملياتية في أعلى مستوياتها والتحضير والتدريب الجيدين للقوات المسلحة. وفي نفس السياق حرصنا دوما على المحافظة على الجاهزية العملياتية في أعلى مستوياتها وعلى أن يتم التحضير والتدريب الجيد لقواتنا المسلحة بالطريقة المثلى والمرسومة حتى تبقى على الدوام مالكة لمقاليد القدرة على الاطلاع بمهامها ومتكيفة باستمرار مع تطور الوضع الجيوسياسي وتعقد الرهانات التي تشهدها المنطقة. وبفضل ذلك أصبح الجيش الوطني الشعبي جيشاً محترفاً بكل ما تعنيه عبارات الاحتراف من معاني ودلالات، جيشاً محترفاً في أدائه ومحترفاً في تفكيره، جيشاً لا يهاب الصعاب ولا الخطوب، جيشاً يملك كل مقومات القوة للردع وإفشال كافة المحاولات الخسيسة لمتآمرين الجبناء التي تستهدف المساس بأمن واستقرار بلدنا المفدى.
السيد الفريق أول حذر من المحاولات الخسيسة المتمثلة في إغراق بلدنا بالمخدرات، حثا كافة الفاعلين على الساحة الوطنية على المشاركة في المعركة النبيلة ضد هذه الآفة الخطيرة. وفي إطار هذه المشاريع الخسيسة تندرج محاولات إغراق بلادنا بالمخدرات بكافة أنواعها، والتي تستعمل كسلاح خطير ضد بلادنا وضد شعبنا بغرض فشال عزائمهم والنيل من إرادتهم. وفي هذا الصدد بالذات، فإن الجيش الوطني الشعبي بالتنسيق الوثيق مع مختلف مصالح الأمن سيواصل دون هوادة محاربة هذه الآفة، ولن يدخر أي جهد للتصدي الحاسم لشبكة التهريب وباروناتها خونة الوطن الذين يتعينوا أن تسلط عليهم أقصى العقوبات، لأن الأمر يتعلق بصحة وأمن وسكينة المواطنين. كما أهيب بكافة الفاعلين على الساحة الوطنية من أولياء ورجال إعلام ومدرسة ومسجد للمشاركة في هذه المعركة النبيلة، لا سيما من خلال تكثيف الحملات التحسيسية تجاه الشباب بمخاطر هذه السموم، من أجل الحد من تبعات هذه الآفة التي أخذت في الآونة الأخيرة أبعاد مقلقة. أحياء لليوم الوطني لذاكرة المخلدي للذكرى 78 لمجازر 8 مايو 1945، أحياء له كانت الاحتفالات من ولاية سطيف، وهذا بوقفة ترحم وقراءة فاتحة الكتاب على أرواح الشهداء. المراسم جرت بحضور وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدر بيغا والسلطات المحلية ومجاهدين ومنظمات شبابية تخللتها مسيرة الوفاء، والتي تنتهي عند النصب المخلدي لأولى قوافل الضحايا. وفي ذكرى مجازر 8 مايو دائما، وقف أعضاء مجلس الأمة برئاسة رئيس المجلس صالح جوجيل دقيقة صمت على أرواح شهداء المجازر الإجرامية الذين ارتوت بدمائهم الطاهرة أرض الجزائر في سبيل الحرية من نير الاستعمار الغاشم. من جهتها، أحيت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الذكرى بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري المخلدي لشهداء الثورة التحريرية وقراءة فاتحة الكتاب والوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح الشهداء، وهذا بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف وإطارات وموظفي الوزارة. بالعاصمة وبالمناسبة ذاتها، تم تنظيم العديد من النشاطات والندوات الثقافية استهلت بوضع كليل من الزهور بساحة أول ماي ترحما على أرواح الشهداء وقراءة فاتحة الكتاب على أرواحهم الطاهرة، لتعقد بعدها بالمجلس الشعبي الولائي ندوة تاريخية حضرها وزير الشباب والرياضة والأسرة الثورية ووالي ولاية الجزائر والمجتمع المدني. استعرضت أحداث المجزرة المؤلمة التي لن تمحى من الذاكرة الوطنية بالتقادم، كما تم تكريم المجاهدين المجاهدتين جميلة بوباشا وحرة كركب وإعطاء إشارة الانطلاق للقافلة الوطنية الشبانية ذاكرة وتاريخ، المكونة من أزيد من 1200 شاب من المجتمع المدني، والتي ستجوب 24 ولاية على مدار أسبوع كامل بهدف تأكيد الدور الاستراتيجي للذاكرة الوطنية في تنمية الشعور والحس المدني. في النشاط البرلماني، عرض اليوم وزير المالية العزيز فايد أمام أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس صالح جوجيل
نص القانون النقدي والمصرفي الذي يأتي لتعزيز حوكمة وصلاحية كل من بنك الجزائر، مجلس النقد ومجلس النقد والقرض، وكذا البنوك والمؤسسات المالية. عرض مشروع القانون جرى بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان باسم عزوار، ليشرع بعد ذلك أعضاء المجلس في مناقشة نص المشروع. بالمجلس الشعبي الوطني، نظمت اليوم لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة يوما برلمانيا حول أهمية بنك البذور في تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي المستدام، وهذا بحضور رئيس المجلس إبراهيم بوغالي ووزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني. وتضمن برنامج اليوم الدراسي بالتحليل والنقاش المقاربة الخضراء والسيادة الغذائية للجزائر. ممثلا للجزائر، يشارك اليوم وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد في لندن في منتدى التعليم العالي على رأس وفد يمثل وزارته ووزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتعليم المهنيين. المنتدى الذي جاء في نسخة هذه السنة تحت شعار بداية جديدة، رعاية ثقافة التعلم وبناء المرونة وتعزيز الاستدامة، تعليم قوي وأكثر جرأة. اللقاء يعد أكبر تجمع لوزراء التعليم من مختلف دول العالم، ويمتد على مدى 3 أيام تقدم فيه ورشات العمل لتقييم الوضع والنظر في التحديات والتغييرات على المدى الطويل لمهنة التعليم. انطلقت اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال فعالية الطبعة الأولى للمنتدى الدولي حول تكنولوجيات الإعلام والاتصال تحت إشراف وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والتي ستدوم إلى غاية 10 من الشهر الجاري، وهذا بحضور ممثلين عن وزارات البريد، الرقمنة والمؤسسات الناشئة، وبمشاركة 150 عارضا وطنيا ومشاركين من 13 دولة. اللقاء يعد فرصة لاجتماع خبراء التكنولوجيا والرقمنة وعالم ريادة الأعمال، خاصة ما تعلق بالتحول الرقمي والأمن السبراني، الرقمنة المالية والذكاء الاصطناعي. للمزيد من التفاصيل نربط الاتصال مباشرة مع وصال والجوابي من المركز الدولي للمؤتمرات. وصال، ما الذي يميز منتدى الجزائر الدولي لتكنولوجيات المعلومات والاتصال في طبعته الأولى؟ نعم، أهلا بك. الذي يميز الصالون أو المنتدى الدولي لتكنولوجيا الاتصال والإعلام هو مشاركة العديد من المؤسسات الأجنبية ممثلة في 13 دولة لتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا. إذن هذا المنتدى الذي سيدوم 3 أيام يحضن العديد من المؤسسات، خاصة المؤسسات الناشئة. ولمزيد من التفاصيل يحضر معي السيد رياض لحري، وهو مكلف بالإعلام في المنتدى. سيدي أهلا بكم. أهلا الأخت وصال، وأهلا بالمشاهدين الكرام في كل قنوات تلفزيون الجزائري. شكرا. إذن هل لك أن تطلعنا أكثر عن جديد هذا المنتدى؟ أولا هذه الطبعة الأولى لهذا المنتدى اللي راه تحت رعاية وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، كذلك وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ووزارة الرقمنة والإحصاء. أولا لهذا الطبعة الأولى عندنا 13 دولة مشاركة معنا، من بين دول عندنا الجزائر طبعا، أمريكا، ألمانيا، السويد، اليابان، إنجلترا، روسيا، الهند، فرنسا، الصين، السعودية، الإمارات، تونس والنمسا. بخصوص المؤسسات الناشئة الأخت وصال، هناك 24 مؤسسة ناشئة مشاركة معنا في هذه الطبعة الأولى، يعني راح نكونوا مقسمين على 3 أيام، كل يوم حوالي 10 مؤسسات ناشئة تكون حاضرة معنا في المعرض.
شكرا لكم سيد رياض اللحري مكلف بالإعلام بالمنتدى الجزائر الدولي لتكنولوجيا الإعلام والاتصال. للإشارة فقط فإن المنتدى يدوم 3 أيام من 8 إلى غاية 10 من الشهر الجاري. عودة إليكم. شكرا لك وصال والجواب من المركز الدولي للمؤتمرات لك ولضيفك الكريم على كل هذه التفاصيل. وبقصر المعارض بصنوبر البحري تتواصل فعالية طبعة 25 للصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية بمشاركة أزيد من 900 عارض بين محليين وأجانب قادموا من 20 دولة من بينها الصين كضيف الشرف. هذا وثمن العارضون الجزائريون مشاركتهم في هذه الطبعة بالنظر للفرص المتاحة أمامهم لعرض منتوجاتهم وتسويقها. تم اليوم بالمحكمة الإدارية بتيبازا إطلاق خدمة الشباك الإلكترونية الوطنية الخاص بجهة القضاء الإداري خدمة من شأنها تقريب المرفق القضائي من المتقاضين وتبسيط الإجراءات القضائية ورقمنة الملف القضائي بصفة عامة. ختام موجزنا الإخباري، شكرا على المتابعة، السلام عليكم. العودة إذن مشاهدينا إلى بلاتو الظهيرة، ودائما الحديث عن الحدث التاريخي اليوم، اليوم الوطني للذاكرة ذكرى مجازر 8 مايو 1945. أعود إليكم أستاذ ياحي، هذه المجازر التي انطلقت في الشرق الجزائري أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا، 45,000 شهيد فيها مختلف ولايات الوطن، واستمرت لعدة أيام بل لعدة أسابيع وشملت أيضا كل ولايات الوطن. سنتوقف عند هذا الرقم وأيضا عند محاولات فرنسا الاستعمارية لطمس عدد الشهداء. قبل ذلك أنتقل مباشرة الآن إلى ولاية جالما، تنضم إلينا الزميلة عائشة ببريق من أجل المزيد حول الاحتفاءات بهذه المناسبة. عائشة مساء الخير. نعم زميلتي مساء الخير، مرحبا بمشاهدينا الكرام مجددا من ولاية جالما في هذا البث المباشر لننقل لكم فعاليات الاحتفالات المخلدة للذكرى 78 لمجازر 8 مايو 1945 900 وألف. إذن تمر الأيام وتعود هذه الذكرى الأليمة على قلوب كل الجزائريين والتي سقط فيها العديد المئات أقول الآلاف من الشهداء من المدنيين أطفال نساء، ووقفوا وقفة رجل واحد في وجه مستدمر غاشم للمطالبة بالحرية والاستقلال. إذن ها نحن اليوم نقف في نفس الساحة التي انطلقت منها هذه المظاهرات، وللحديث أكثر وبإسهاب حول هذه المظاهرات أسعد باستضافة السيد عبداوي أحمد رئيس جمعية 8 مايو للثقافة والتاريخ والذاكرة. سيدي مرحبا بكم معنا. مساء الخير أخت عائشة، شكرا. في البداية أود أن أوجه الشكر إلى المؤسسة الوطنية للتلفزيون، وها نحن بعد 78 سنة ها نحن اليوم في نفس المكان وفي نفس التوقيت انطلقت مسيرة سلمية ضمت كل شرائح المجتمع في ولاية جالما، يتقدمهم مناضلو الحركة الوطنية وهم ما أذكر منهم عبد علي وردسي مبروك. عبد علي كان حامل الراية الجزائرية والباقي حاملين رايات الحلفاء يطالبون من خلالها فرنسا الوعود التي وعدت بها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية سوف تمنح الاستقلال للدولة الجزائرية، ورغم هذا لم توفي بوعدها فنظمت هذه المسيرة وانطلقت مسيرة حاشدة من حي الكرمات الذي نقف فيه الآن مرورا بشارع نونا
نهج عبد الحميد بن مديس، نهج عديم اللقب عبد الحكيم الى غايه مكان مسمى نهج 8 مايو 1945. واستمرت هذه المظاهرات لايام عديده، ليس كذلك؟ بالفعل استمرت حسب المؤرخين الى غايه الاباده التي استمرت الى غايه شهر سبتمبر نفس السنه. نعم. وحسب المؤرخين فان شهداء انذاك من 18000 الى 25000 شهيد. وفرنسا استعملت كل الوسائل، القتل بالسلاح، القتل بالطائرات، في المداشر، في الدواوير، في القرى الى اخره. ويوجد إذن سيدي نشوف أن هذه الأحداث كانت منعرجا حاسما لاندراع ثورة تحريرية، ليس كذلك؟ بالفعل هذه مظاهرات 8 مايو وإضافة إلى كل المظاهرات الأحداث الأخرى التي كانت منعرجا حاسما في اندلاع الثورة التحريرية المجيدة، وهي ثورة 1954 التي من خلالها حققت الجزائر استقلالها. وعلى سبيل المثال يعني هنا في ولايتي قالما من بين العائلات التي شاركت في المظاهرات أغلبهم انضموا إلى الثورة التحريرية المجيدة 1954 التي حررت من خلالها الجزائر واستعادت سيادتها الوطنية. إذن أكملوا مسار الكفاح. بالفعل ونحن اليوم نتمتع بالحرية و والاستقلال، وليس نشكر المجاهدين وإنما والشهداء الذين سقطوا في طور التحرير 54-62. رحم الله الشهداء، والمجد والخلود للشهداء الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن مشاهدينا، إذن هي ذكرى من بين الذكريات الوطنية التاريخية المجيدة في مسار تاريخي ثورتنا المدفرة. مع سنة نقول في الأخير المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحيا الجزائر. عودة إليكم مشاهدينا. عائشة ببريق من ولاية جالما، شكرا جزيلا لك، كنت معنا على المباشر. أستاذ يحيى، أعود إليك لنتحدث عن هذا الرقم 45000 شهيد. كيف كانت الإبادة آنذاك؟ كيف ارتفع هذا الرقم؟ وكيف حاولت أيضا فرنسا طمس ما حدث خلال هذه المجازر؟ فعلا كانت جريمة شنعاء، جريمة يندى لها الجبين. الرقم ضخم، رغم أنه فرنسا حاولت طمسة وحاولت التعتيم الإعلامي على هذه الجرائم التي كان يقترفها الجيش الفرنسي بمختلف أسلحته، من مشاة، من مجنزرات ودبابات، من طائرات، سلاح الطيران الفرنسي الذي كان يقنبل ويدك القرى في تلك المنطقة، بالذات المنطقة الثلاث، قالما، خراطة وسطيف، وكذلك سلاح البحرية الذي كان من البحر، من شواطئ بجاية، كان يقنبل بمدافعه بعيدة المدى تلك المداشر. والجريمة ارتفعت، رغم أنه كما قلت أن قوات الاحتلال حاولوا التقليل من أهميتها وقالوا بضع المئات فقط، إلا أن الجريمة فاقت 45000. هذا 45000 هو الرقم الرسمي الذي اعترف به في سنة 45. ثم أنه فرنسا التي دأبت أنها قامت بالتحضير وقامت بأمور جديدة في بالنسبة للجزائريين، بما يسمى بالحالة المدنية التي كانت تسجل فيها الزيادات والوفيات غيرها، نجد أن هذه السجلات، سجلات الوفيات لهذه المجازر لا توجد، غيبتها فرنسا، وهذا من أجل طبعا طبس هذه الجريمة وحتى لا تتابع قضائيا فيها. وهنا نتحدث عن الذاكرة الوطنية، ضرورة الحفاظ على الذاكرة الوطنية. في هذا السياق أنت أعود إلى بشار الآن، إلى الأستاذ العيهار محمد، أستاذ التاريخ. أستاذي الفاضل، إذن اليوم الحفاظ على الذاكرة الوطنية، ونحن نتحدث عن هذه المجازر في هذا اليوم المشهود، اليوم الذي أرادته الجزائر يوما وطنيا للذاكرة، بين محاولات فرنسا الاستعمارية لطمس ما حدث وبين جهود الجزائر من أجل نقل هذه الرسالة اليوم إلى جيل اليوم، كيف، ماذا نقول في هذا اليوم الذي هو يوما وطنيا للذاكرة؟ نعم، هذا اليوم يمثل نقطة تحول كما أشرت في مسألة القضية الوطنية ونمو الوعي الوطني، ثم أنه ارتبط بالمجازر الفظيعة التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في حق الشعب الجزائري.
ثم أن هذه المظاهرات كما أشرنا سابقا أنها عرفت أنها كانت سلمية كما ذكر الأستاذ، ثم أصبحت شاملة أي عرفت ما يسمى بالشمولية وكانت مطالبها استقلالية. وبما أن مظاهرات 8 ماي التي نتج عنها مجازر دراماتيكية كبيرة جدا أنها غيرت مسار حركتنا الوطنية وتوجت باندلاع الثورة التحريرية، إذن فهو لزام علينا أننا ووفاء لشهدائنا وشهداء 8 ماي 1945 ولربط الأجيال ببعضها البعض، وأن ندرك كذلك على الأجيال كذلك ونحن جميعا ندرك بأن فرنسا الاستعمارية ارتكبت مجازر فظيعة ضد الشعب الجزائري ضد أجدادنا. إذن نحن لا ننسى، ولذلك نجد أن مؤسسات الدولة والدولة الجزائرية أنها أعطت أولوية كبيرة للمناسبات التاريخية حتى لا ننسى. والكتابات في الموضوع الآن نجد كتابات بارزة الحمد لله لمؤرخين جزائريين وموضوعية كذلك في نفس الوقت. إذن 8 ماي كلفنا أكثر من 45,000 شهيد كما ذكر الأستاذ، كلفنا كذلك تضحيات كبيرة، كثير من المعتقلين الذين زج بهم في السجون والذين كذلك حكم عليهم بالإعدام، الأرقام موجودة ومتوفرة. إذن الآن واجبنا كجزائريين أننا لا ننسى الماضي الأليم، لأننا نحن أمة لها رصيد تاريخي نضالي كبير جدا يستوجب علينا استثماره وتفعيله في بناء المستقبل وحماية وطننا وذاكرتنا. نعم الأستاذ محمد العيهار أستاذ التاريخ بجامعة بشار، شكرا جزيلا لك على انضمامك إلينا عبر برنامج الظهيرة. بروفيسور محمد يحيى، كما أشار الأستاذ العيهار الفاتورة كانت ثقيلة جدا آنذاك في تلك الأيام التي مارست فيها فرنسا هذه المجازر في حق الجزائريين، ولكن بعد ذلك كللت بانطلاق واحدة من أعتى الثورات التحررية في العالم، ثورة نوفمبر المجيدة، وكانت قاعدة من أجل تنظيم الحركة الوطنية، من أجل تنظيم صفوف حتى جبهة التحرير الوطني، من أجل الوقوف للند مع فرنسا الاستعمارية. الأثر على الثورة التحريرية المباركة وأيضا على التفاف الجزائريين حتى قبل الثورة حول هذه المبادئ، الحرية، الانعتاق، وأن الجزائر هي واحدة موحدة. بطبيعة الحال هذه 8 ماي كما سبق وقلنا أنا والأستاذ كانت مرحلة فاصلة، مرحلة محطة تاريخية فاصلة بين التاريخ الجزائر في بداية الاحتلال وحركة الوطنية والانتقال إلى الثورة التحريرية، لأنه ابتداء من هذا التاريخ من هذه المجازر توحد الشعب الجزائري، لأنه في ربما في الحركة الوطنية والأحزاب اللي كانت عاصرت هذه الأحداث وقبلها كان منها من يأمل في وعود فرنسا وكان سار في أطماع فرنسا، إلا أن هذه المجازر التي وحدت الشعب الجزائري. فبعد 9 سنوات فقط نجد أن الجزائريين يهبون هبة رجل واحد في بعد ما تم تنظيم أو تبلور الأحزاب إلى حزب MTLD أو حركة انتصار للحركة الديمقراطية، ثم المنظمة السرية اللي بدأت التحضير للثورة قبل طبعا اندلاع الثورة، ثم أنه الوحدة والعمل حركة الوحدة والعمل إلى التحضير للثورة. وفيه مؤرخين يقولون وفي أقوال قالت لو توفر السلاح في هذه 8 ماي لو كان الجزائر عندهم سلاح وعندهم مؤونة كانوا ربما الثورة كانت تندلع
في 8 ماي، إلا أن الجزائريين كانوا آنذاك كانوا ليس لهم سلاح، وبدتاء من هذا التاريخ بدأوا الجزائريين بدأت هذه حركة المنظمة الخاصة، بدأ أن ما أخذ بالقوة لا يسترجع إلا بالقوة. هذا هو المنطق الفرنسي، لأن فرنسا حاولت مرارا منذ بداية الاحتلال، حاولت طبعا طبس وأقاضت على المقاومات التي كانت ربما مرحلية وكانت جهوية في بعض المناطق. فرنسا حاولت طبعا من عدم وحدتها فعلا قضت عليها، إلا أن الثورة التحريرية التي سوف تندلع في غرة الفاتح نوفمبر 54 كانت شمولية وكانت في كل بقاع الجزائر، وهكذا استطاع الجزائريون أن يهزموا أعتى قوة استعمارية في العالم آنذاك، ألا وهو الاستعمار الفرنسي. جيد، الجزائر الجديدة اليوم وبخصوص ملفات الذاكرة لا مساومات ولا تنازلات فيما يتعلق بملف التاريخ والذاكرة، كما قال رئيس الجمهورية في رسالته أمس بهذه المناسبة. اليوم الذاكرة الوطنية هي أولوية في سلم أولويات الدولة الجزائرية. فعلا الرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كان قبل 3 سنوات أصدر هذا المرسوم بترسيم يوم 8 مايو يوما للذاكرة، وكما قلنا الذاكرة تعب النسيان، وهو بالأمس فقط يذكر بأنه لا تنازل عن الذاكرة. وفعلا الشعب الجزائري منذ 78 عام أو ربما أكثر لم يتنازل ولن يتنازل، رغم لأنه أولا الجريمة لا تتقادم بالقدم، هذه جريمة مرسمة وجريمة طبعا موثقة بما يسمى حتى بالاستعمار، بتقارير الاستعمار أنفسهم هم اللي وثقوا، رغم أنهم قزموا حاولوا يقزموا من الأرقام هذه، هم ينكروا باللي كان وجود 45,000، كما ينكرون عدد شهداء الثورة التحريرية 1.5 مليون، هم يشككون في هذا وعندهم أرقام، قدموا أرقام طبعا بدراستهم، ولكن الذاكرة تعب النسيان. ثم أنه الشعب الجزائري بأكمله ورأى السيد رئيس الجمهورية أنه لا مساومة في الذاكرة، طبعا ربما عندنا علاقات مع هذه الدول، مع فرنسا علاقات استراتيجية وعلاقات اقتصادية، ولكن بالنسبة للذاكرة تبقى الذاكرة، والشعب الجزائري لا زال يطالب باستعادة حقوقه والاعتراف بهذه الجرائم وإدانة مرتكبيها الذين أسماءهم موجودة. وعندنا جرد المؤرخين الجزائريين والمعاهد الجزائرية والدراسات الجزائرية موثقة ووثقت كل هذه الجرائم ابتداء من بدايه اليوم الى يومنا اليوم. الدراسات التاريخيه الموضوعيه والتي تعود الى حقيقه ما حدث فعلا في هذه المجازر من اجل التوثيق لهذه الاحداث ومن اجل الحفاظ على الذاكره الوطنيه. فعلا اليوم الجامعات الجزائريه تقريبا في كل جامعه يوجد معها التاريخ او قسم للتاريخ، هذا على غرار كل الجامعات الحمد لله تقريبا في كل ولايه من ولاية 48 القادمة، ربما حتى الولايات الجديدة الناشئة حديثا العشر ولايات فيها مراكز جامعية، في كل مركز جامعة وفي كل جامعة يوجد قسم تاريخ، وفي كل قسم تاريخ يوجد باحثين وأساتذة منكبين على دراسة وتوثيق طبعا هذه الفترة من الجرائم. والحمد لله هناك دراسات وهناك مراكز أصدرت دراسات وبحوث ورسائل جامعية لحد اليوم طبعا توثق لكل هذه الجرائم التي كما سبق أنها تأبى النسيان، وسيأتي اليوم الذي يكشف وينفض الغبار عن كل هذه الجرائم وتستعيد الجزائر ونحرر تاريخنا مثل ما حررنا الأرض. وجوب تحرير التاريخ، لأن التاريخ لا زال ربما في بعض الاحتلال حاول طمس وتشويه هذا، مثل الألقاب مثلا، لما الجرائم ما هيش غير الجرائم تاع التقتيل، فيه جرائم الألقاب المشينة اللي إلى يومنا لا زال الجزائري يحشم باللقب تاعو اللي فرنسا أطلقت عليه، إلى يومنا راكم تصادروا الجريدة الرسمية ووزارة العدل طبعا إلى تغيير تلك الألقاب إلى جرائم أخرى مثل جرائم الألغام اللي زرعتها على الحدود اللي ما زال إلى يومنا تقتل، رغم جهودات مجهودات الجيش الوطني الشعبي في تطهير كل هذه المناطق الحدودية. ثم جرائم التفجيرات النووية في الجنوب الجزائري اللي لازالت آثارها على البيئة والطبيعة وعلى البشر إلى يومنا، كيف ننسى هذا؟ فالذاكرة تعب النسيان فعلا. جيد، اليوم كتابة التاريخ تتطور وتخضع للعصرنة في مجال التوثيق، في مجال الحفاظ على الذاكرة أيضا، ما هي الآليات الجديدة من أجل الحفاظ على هذه الذاكرة وتوثيقها، خاصة وإيصالها إلى جيل اليوم بتلك اللغة
التي يتعاطى بها هذا الجيل؟ احنا نشكر اليوم، نشكر طبعا هذا البحث العلمي، ونشكر هذه البحوث التكنولوجية وهذه التقنيات التكنولوجية التي مكنت الشباب، لأنه وقت سابق ربما قبل 10 سنوات قبل ظهور هذه الوسائل التكنولوجية، طبعا كنا نرجع إلى الورق، إلى الكتاب الورقي، والكتاب الورقي ممل. أما الآن هذه التكنولوجيا سهلت لكل الجزائر، تلقي ربما شباب، تلقي ربما أطفال، نساء في البيوت ماكثة في البيت، ولكن تقدر تعرف التاريخ تاعها من خلال هذه الوسائط. ونعود بالبيت إلى الاحتفالات التي تشهدها الكثير من الولايات اليوم، والتي تشهد مشاركة كافة شرائح المجتمع. الحمد لله، نتحدث عن الشباب، عن الأطفال، هذه صحوة، عن جميع شرائح المجتمع الجزائري. فعلا هذه صحوة تاريخية، يعني أقول لك الآن كل الجزائريين، ما كانش اللي ما يعرفش الحدث تاع اليوم. كل الناس يتبع سواء من خلال القنوات الرسمية والقنوات الخاصة وحتى الوسائط، والآن نلقاو ناس تلقاه خطيه ماهوش دارس تاريخ، ربما طبيب، ربما مهندس زراعي، ربما ميكانيكي، إلا وتلقاه مهتم بالتاريخ ويحاول يعرف التاريخ، وهذه صحوة تاريخية طبعا نشجعها في المجتمع الجزائري. وبالرجوع إلى التاريخ، الشعب الجزائري هذا لما يعرف تاريخ أجداده، تاريخ البطل لأجداده، طبعا سوف يرفع رأسه ولن يستكين أبدا. دائما الشعب الجزائري برأسه المرفوع بالعودة إلى تاريخنا المجيد وإلى هذه المحطات الخالدة في تاريخ الشعب الجزائري. كيف يمكن أيضا اليوم بعمليات البحث في الأحداث التاريخية أن تميط اللثام على مزيد من الجرائم، على ما حدث في تلك الأحداث، على أسماء الشهداء، على عددهم، على أماكن حدوث أيضا تلك المجازر، وعلى أيضا الوسائل البشعة من وسائل التقتيل والتعذيب التي استعملتها فرنسا؟ منذ الاستقلال الدولة الجزائرية أولت أهمية قصوى لهذا الجانب، رغم أن الظروف اللي مرت بها من ظروف اقتصادية وظروف كذا خلال سنوات، ولكن في الفترة الأخيرة يعني أقول لك فيه صحوة تاريخية. والآن كل الوسائل الإعلام بما فيها الوسائل الرسمية، كل الجامعات، كل تقريبا وزارات التربية، وزارات التعليم العالي، وزارات التكوين المهني، وزارات الثقافة، أقول كل هيئات الدولة فهي منكبة على دراسة وتشجع البحث في هذا التاريخ. وربما شفنا الصباح المتاحف يبحثون عن الوثائق، والآن تلقاي الشعب الجزائري اللي عنده وثيقة واللي عنده تحفة أو شيء وثيقي إما يأخذوا للمتحف أو إما يرسموا ويعرضوا في الوسائط الاجتماعية، وهذا يمكننا من جمع المادة التاريخية. ونحن في هذه المرحلة فيه تحف وفيه وثائق وفيه أرشيف موجود بالخارج، وعلينا استرجاعه طبعا سواء من الدولة المستعمرة اللي هي فرنسا، اللي هي حصلت وما زالت تخفي العديد من الوثائق اللي حصلت لها طوال فترة قرن 32 عام، ودول أخرى اللي موجود فيها وثائق، هذا من أجل ترسيم ومن أجل كتابة تاريخ وطني بأقلام وطنية، وإن شاء الله في المستقبل تكون عندنا مدرسة وطنية تاريخية. هذه المدرسة التي تحمل على عاتقها كتابة التاريخ الوطني بأقلام وطنية مخلصة. كيف نفعل أيضا دور المجتمع المدني؟ أتحدث عن الجمعيات وعن التنسيق مع أساتذة التاريخ، الجانب الأكاديمي، من أجل تحقيق هذه الأهداف. طبعا المجتمع المدني راه مدعو وضروري، ماشي غير مدعو، راه عضو وفعال، عليه بالمتابعة. الآن شوفوا الاحتفالات هذه اللي فيها لجنة وطنية ولجان ولائية، في كل ولاية لجنة ولائية للاحتفالات وتنظيم هذه المراسيم ولجنة وطنية. طبعا المجتمع المدني منضوي في هذه الجمعيات وفي هذه اللجان، ويحضر ويشارك ويفاعل، هذا اللي جعل أنه هذه المادة التاريخية أو المشعل ينتقل من أجدادنا ومن أبائنا المجاهدين عليهم رحمة الله اللي ماتوا وربي طول أعمار اللي مازال قيد الحياة، لأنه الكثير منهم غادرونا في الآونة الأخيرة، ولكن المشعل الآن نقول لهؤلاء، لأبائنا سواء الشهداء أو المجاهدين، أنه المشعل في أيادي آمنة عند أبنائهم ووصل للأجيال. والحمد لله تلقاوا الآن أطفال المدارس يحفظون النشيد الوطني اللي ربما
قبل ما كناش نحفظوه، الان اطفال الابتدائي تلقاهم يحفظون النشيد الوطني، اطفال الحاضنات او الحضانه تلقاهم ينشدون اناشيد وطنيه ويعرفون العلم الوطني، وهذا انه المشعل وصل، وان شاء الله نزيد نوصله لاجيال قادمه ان شاء الله والى قرون ابعد ان شاء الله. لو نتحدث بلسان شباب اليوم، اليوم الوطني للذاكرة مجازر 8 ماي، هذا الحدث الكبير في تاريخ النضال الشعب الجزائري، ما الذي سيقوله هذا الشباب للشهداء لمن ضحوا بنفسهم من أجل أن تحيا الجزائر في هذا اليوم الخالد، حتى ربما نساهم بإيصال هذه الرسالة أستاذ يحيى؟ طبعا إلى شبابنا، وأنا لا أتكلم باسمهم لأنه لست شابا الآن، أنا دخلت سن كهولة أو شيخوخة، ولكن الحمد لله رانا نمارسوا ورانا نلقاو الشباب ونسمعوا لهم ونتكلموا معهم. والله فعلا هناك بذرة طيبة زرعت في هذا الشباب، ونستبشر خيرا في المستقبل، ونقول لأبانا الشهداء والمجاهدين أنه الأمانة وصلت إلى الشباب، وأنه هذا الشباب فعلا سيحافظ عليها ربما أكثر منه. وهذا عن تجربة، مرة في مرات حضرت محاضرة، كنت في محاضرة طرحوا بعض الشباب كانوا حاضرين صغار، هذوك اللي تلقاهم دايرين نقوشة ودير الكيتمان في أذنه، لما طرح سؤال قال لك ما تقولوش باللي احنا ربما كنت تشوفونا اللبسة نتاعنا رانا ماشيين من العصر، ما تقولوش حتى احنا كون عشنا في فرنسا، كون عشنا في الوقت الاحتلال سنفعل أكثر منكم أيها المجاهدين. وهذا هو الجزائري، وهذا لا يرضى، وهذه اللي تشرف ولا يرضى بالاستعمار. شكرا. نعم أستاذ يحيى، أشكرك جزيلا على هذه الرسالة اللي هي أكيد من صميم القلب. شكرا جزيلا لكم أنتم الأستاذ والباحث في التاريخ الحديث والمعاصر، رافقتنا عبر إخباريات التلفزيون الجزائري في أحياء هذه المناسبة، اليوم الوطني للذاكرة وإحياء مجازر 8 ماي 1945. العفو سيدتي، وكل تشكراتي للشعب الجزائري، وأهني الشعب الجزائري وترحم على كل شهداء الجزائر عبر الأزمنة التاريخية، والمجد والخلود للشهداء الأبرار، وربي طول أعمار بقية المجاهدين. شكراً لكم مجدداً. مشاهدينا ابقوا معنا، سنعود بعد قليل. اليوم الثاني على التوالي، وبقصر المعارض بالصنوبر البحري تتواصل فعاليات الطبعة 25 للصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية بمشاركة أزيد من 900 عارض بين محليين وأجانب من 20 دولة، من بينها الصين
كضيف الشرف. لمزيد من التفاصيل حول مجريات هذه التظاهرة كنا قد ربطنا الاتصال بالزميلة لينا بالعيد التي توافينا بالجديد من أروقة هذا الصالون مباشرة من قصر المعارض. إلى لينا بالعيد، مساء الخير. أهلا بكم إلى هذا البث المباشر لبرنامج الظهيرة. تتواصل فعاليات اليوم الثاني للصالون الدولي للبناء والأشغال العمومية في الطبعة 25. هذه هي الطبعة التي تعرف مشاركة أكثر من 900 مؤسسة وطنية وأجنبية. للتعرف أكثر عن المؤسسات المشاركة وللحديث عنها أكثر عن قرب، أسعد باستضافة السيد جيتون جلال، رئيس الفيدرالية الجزائرية لصناعة الأحجار والمواد المعدنية من نظام المناجم. أهلا بك. أهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله فيك. شكرا. إذن هي ثاني مشاركة لكم في هذا المعرض الدولي باتيماتيك، كيف هي المشاركة وكيف تسعون من خلال هذه التظاهرة الاقتصادية لدعم المؤسسات في مجال البناء والمستثمرين؟ هذه ثاني مرة تشاركوا في معرض باتيماتيك اللي هو من أكبر معرض في مواد البناء. اليوم متواجدين هون في الصالون لدعم الشركات الجزائرية وبالخصوص الناشطين في ميدان صناعة الأحجار بما يخص الرخام والجرانيت وكل أنواع الأحجار الزينة، وفي نفس الوقت ميدان المناجم اللي هو ميدان اللي عنده قوة كبيرة في السوق الجزائري وبالجزائر، وبحث شراكات جديدة مع الأجانب لدعم الشركات الجزائرية. الحديث عن الشراكات الجديدة مع الأجانب، هناك عدة اتفاقيات بينكم وبين الشريك الأوروبي ربما، كيف هي هذه الاتفاقيات اليوم وكيف هي هذه الشراكات في مجال البناء؟ اليوم بالذات الشريك الأوروبي متواجد، وقعنا السنة الماضية ميموراندوم دونتونت مع المارموماك كونفي اندستريا من اجل فتح مركز تكوين جزائري ايطالي لدعم الكفاءات الجزائريه في هذا الميدان. اليوم جانا الشريك لتكميل هذا المشروع، وان شاء الله عن قريب ان شاء الله المشروع يكون على الميدان ان شاء الله، والجزائريين كلهم يستفادوا منه ان شاء الله. هناك العديد من الشركات الأجنبية اليوم المشاركة في هذه التظاهرة الاقتصادية، الصالون الدولي للبناء والأشغال العمومية. من خلال تواجد هذه الشركات، هل تبحثون لسبل التعاون معها؟ أكيد نبحث عن شراكات جديدة لفتح مش فقط مع الإيطاليين بصفتهم كقويين في صناعة الرخام، نبحث على شركاء جدد، وفي نفس الوقت حابين نثمنوا الصناعات الرخامية والمناجم بصفة عامة في الجزائر لفتح سوق خارجي جديد ونمشي به الاستيراد. أول شيء الفرصة الأولى اللي حابين نتخذوها أننا ندعم الصناعات الجزائرية، والثانية أن نمشي للاستيراد للتصدير. شكرا. بالحقيقة سؤال أخير ربما، ما هي طموحاتكم وأفاقكم لتطوير مجال البناء أكثر في الجزائر؟ مجال التصدير، مجال التصدير هو أول شيء. الدولة أخيرا وقفت استيراد الرخام الفيني، ومما يدعم الصناعات الداخلية ويقويها، وبهذه الطريقة راح نزيدوا نفتحوا المحاجر الجزائرية ونزيدوا نقووا التصنيع الجزائري، وحتى النوعية راح ترتفع وراح نكفوا السوق الداخلي، وفي نفس الوقت نمشوا الاستيراد التصدير مباشرة، لأنه التصدير أكيد السوق الخارجي سوق كبير، والجزائر بقوة الطاقات المتواجدة فيها والثمن تاع الموقع الاستراتيجي للجزائر راح يعطي لها قوة كبيرة ويخليها تدخل السوق الخارجي وتنافس في الأسعار وفي النوعيات. كل المؤسسات الوطنية المشاركة هنا في هذه التظاهرة الاقتصادية أكدت أن المنتوج الجزائري اليوم في مجال البناء يرقى إلى الجودة وإلى التنافسية. إذن كانت هذه أجواء اليوم الثاني من فعاليات الصالون الدولي باتيماتيك. عودة إليكم.
شكرا جزيلا لك لينا بالعيد من قصر المعارض، حيث تتواصل فعاليات الطابعة 25 لصالون البناء والأشغال العمومية باتيماتيك. إلى ملف آخر الآن، وتحسبا لفصل الصيف حيث ترتفع درجة الحرارة ويزداد خطر اندلاع الحرائق، الحماية المدنية برنامج حمائي استباقي من خلال رفع درجة التأهب لتفادي الحرائق، دورة تكوينية لفائدة ضباط الحماية المدنية من المستوى الثالث. الإثراء والإفاضة مع المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية الملازم كريم بن فحصي. مساء الخير، أهلا وسهلا بك سيدي. مساء الخير سيدتي الفاضلة، مساء الخير زملائنا في الاستوديو، تحية مسائية عطرة إلى كل مشاهدينا عبر القناة في برنامج الظاهرة لهذا اليوم الكريم. جيدة، قبل الحديث عن هذه الدورة التكوينية، كما قلت الحماية المدنية دائما ومن خلال هذا البرنامج الاستباقي تستعد لفصل الصيف التأهب والحذر تحسبا لخطر الحرائق، كيف هي الاستعدادات قبيل حلول فصل الصيف؟ طيب، في البداية لو سمحتي أن نرفع تحية احترام وتقدير باسم المدير العام للحماية المدنية العقيد وعلى مغلاف إلى الأسرة الثورية. نعم. ونحن نعيش وإياكم هذه الاحتفالات الخالدة للذكرى أو اليوم الوطني للذاكرة المصادف ل 8 ماي 45، هذه المجازر التي كرسها الاستعمار الغاشم والتي راح ضحيتها الشهداء اللي في الحقيقة بفضلهم وبفضل الله سبحانه وتعالى اليوم احنا موجودين في جزائر حرة مستقلة عالمها يرفرف عاليا. فباسم المدير العام العقيد وعلى مغلاف نهني كل الشعب الجزائري بهذه المناسبة ونقدم خالص التهاني وتحية تقدير واحترام إلى الأسرة الثورية التي قدمت ولا زالت تقدم للجزائر الحبيبة. طبعا سيد رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون يزدي تعليمات توجيهية جادة في مجلس الحكومة من أجل توفير العدة والتعداد وترقية وتحسين الخدمة العمومية، لا سيما ما يتعلق بالاستعدادات الخاصة بموسم الاصطياف، حتى لا نسجل ما تم تسجيله السنة الماضية من خسائر في الممتلكات المتعلقة بالأشجار المثمرة والغابات والمنتجات الغابية، وكذلك ما سجلناه من وفيات رحمة الله عليهم بالنسبة للمواطنين أو حتى بالنسبة للجهات الأمنية أو الأجهزة الأمنية من الحماية المدنية وأفراد الجيش الذين سقطوا في حرائق الغابات السنة الماضية. إذن استعدادات كبيرة طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، السيد الوزير الأول، معالي وزير الداخلية، السيد المدير العام للحماية المدنية، يجتمع في عجالة بالطاقم المسير للمديرية العامة ويسدي جملة من التوجيهات والإرشادات العملية بغية تسطير برنامج مكثف استراتيجي به آليات جديدة، ميكانيزمات جديدة تحسبا لموسم الاصطياف. ناخذ جزء منه اللي أنا موجود معكم عليه في البلاطو وهو ما يسمى بالدورات التكوينية. نعم. لفائدة ضباط الحماية المدنية الجزائرية من مختلف ولايات الوطن في مستواها الثالث أو باللغة الفرنسية اللغة الأجنبية FDF تروا فود فوري نميرو تروا. هذه الدورة التكوينية تدوم من غاية 7 إلى 16 ماي من السنة الجارية، تحتضنها ولاية المندية بتكليف من السيد المدير العام ويشرف عليها ضباط سامون من المديرية العامة للحماية المدنية. ربما المشاهد الكريم الآن يقول هذا الضابط للحماية المدنية أو يتكلم في واحد المستوى، احنا يهمنا ما هو مخرجات هذه الدورة التكوينية. نعم. طبعا حتى نربط المخرجات الأحداث والجديد. نعم، أيضاً والجديد فيها حتى نربط الأحداث مع الجزائر. الحمد لله استطاعت السنة الماضية أن تكون الدول العربية والدول الأفارقة في مجال مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية. هذه السنة توجيهات داخلية لضباط الحماية المدنية على مستوى الداخل أي على مستوى الدولة نتاعنا للحضور وبجدية في ما يسمى بالتكوين الخاص بحرائق الغابات والمحاصيل الزراعية والنخيل. هذه الدورات قلت التي انطلقت يوم 7 وتنتهي يوم 16 يشرف عليها ضباط من المستوى الخامس، هم اللي راح يكونوا هذا الضباط من المستوى الثالث. كل ما في هذه الدورة فيه جانب نظري وجانب تطبيقي. الجانب النظري هو كل ما يتعلق بما لابد أن يكون في أو ما يجب أن يكون في الجانب النظري أو في الجانب العملي للحماية المدنية، ثم في محوره الثاني ما يجب أن يكون في الجانب التطبيقي ما يسمى بسلسلة القيادة أو لا شين دو كوموندمون في لي زانترفونسيون تاع لي فيت فوري. كيف تكون سلسلة القيادة أو سلسلة العمليات منذ أن يصلنا النداء في الهاتف حتى
نصل حتى نحضر الأمر التحضيري فيما يتعلق بالإمكانية المادية والبشرية، ثم الأمر بالانطلاق، نقطة الوصول، كيف تتوزع النجدات، كيف تتوزع أو يتوزع الأعوان على المواقد، ما هي التقنيات، ما هي وسائل التدخل، كل شيء هذا يكون في الجانب التطبيقي. قلت خلال هذه 9 أيام ولا 10 أيام من التكوين، بالإضافة إلى عمليات ما يسمى بالمناورات البيضاء أو المناورات الافتراضية التطبيقية ليلية ونهارية، حتى نشوف مدى جاهزية هذا الضباط الذين خضعوا إلى التكوين. 8 أيام وانت تقرأ في الجانب النظري، الآن محتاجينكم في الجانب العملياتي. الوحدات الحماية المدنية راح يسخروا النجدات، لي كاميون تاع الانترفونسيون راح يسخروا لهم الأعوان، يسخروا لهم كل الوسائل. خلينا نشوفكم في الميدان، ما هي الطرق، ما هي التقنيات الجديدة. نعم، عبارة عن محاكاة، سيناريو محاكاة يسمى بالمناورات البيضاء. نروحوا إلى أماكن تكون بيان سيكوريزي ونقوم بهذه التمارين التطبيقية الافتراضية في الواقع، ونشوف مدى جاهزية الضباط نتاعنا في تسيير الأفواج، لأنه هذا المستوى الثالث يعتبر أو يسمى بقائد فرقة أو قائد فوج يكون برتبة ضابط. ما هي الميكانيزمات التي يعطيها هذا قائد الفوج للفرقة نتاعو من أجل إخماد النار، من أجل السيطرة عليها، من أجل عدم انتشارها، خاصة ما يتعلق بما يسمى بإخماد النار في المناطق الحساسة. احنا نشوف أنه إخماد، عملية إخماد النيران في مستوى الغابات تكون بطرق مضبوطة، لكن إذا كان هناك مناطق حساسة، ربما المشاهد الكريم يقول واش نقصد بالمناطق الحساسة؟ المناطق الحساسة ما يتعلق بالمجمعات السكنية، المناطق الحساسة ما يتعلق بالمؤسسات العسكرية أو الثكنات، سواء الحماية المدنية أو الدرك الوطني أو الأمن الوطني أو الجيش إلى غير ذلك. المناطق الحساسة ما يتعلق بالمؤسسات العمومية أو ذات الخدمة العمومية، مدرسة، ثانوية، ربما ديسبونسير أو عيادة إلى غير ذلك. هذه المناطق الحساسة كيف تكون عملية التدخل في هذا الوضع؟ هل نحمي الغابة أو نخمد الغابة أو نحمي هذه المناطق الحساسة إلى غير ذلك؟ كل هذه التقنيات يخضع لها الضباط في هذه الدورة التكوينية من أجل أخذ كم هائل من المعارف ومن السلوكيات ومن المهارات التي تساعدهم على أداء أدوارهم بكفاءة. لأنه لما نقعد في البلاطو أو نقعد في قاعة الدراسة ندرس نظريا شيء، لما نروح إلى الواقع نلقى معطيات أخرى، ونلقى واقع مر، ونلقى تضاريس، ونلقى مناخ، ونلقى صعوبة المسالك إلى غير ذلك. وبالتالي هنا السادة الضباط السامين هم مشكورين على التقنيات الاحترافية اللي يملكوها، راحين يحطوا التجارب نتاعهم التي عاشوها في السابق في إخماد النيران في مختلف ولايات الوطن. قاموا بإخماد النار في ولاية تيبازا، في ولاية خنشلة، في ولاية سكيكدا، في ولاية سقهراس، في ولاية البليد عن طريق منطقة الشريعة، أو في تمزقيدة في المدية. هذا الضباط السامين ما يملكون من خبرة راح يحطوه عند هذا الضباط، راح يعطيوا لهم التجارب السابقة، ومن التجارب نتعلم، لأنه إذا ما خدمناش بقينا مكروازين ليبرا، ما كانش خطأ. الكثير من حرائق الغابات في السنوات الماضية للأسف أتلفت عشرات الآلاف من الهكتارات، خاصة من الأراضي المثمرة على حواف ربما الحقول وغيرها. كيف يتم التعامل من أجل تفادي الحرائق بداية، وأيضا التحكم فيها قبل أن تصل إلى المزيد من الأراضي؟ احنا نقول نحمد الله سبحانه وتعالى على الامكانيات اللي اصبحت تملكها الحمايه المدنيه اليوم. الحمايه المدنيه 2023 ماشي الحمايه المدنيه سنه التسعينات. اليوم اصبحت تضاهي الدول المتقدمه والدول الكبرى فيما تملكه من تعداد بشري وما تمكنه من امكانيات ماديه، حتى بما يسمى بالفرقه الجويه التي اصبحت تسخر طائراتها لطائرات الهليكوبتر بعتاد جديد جدا، وبعتاد جديد، وحتى سيد رئيس الجمهوريه اعطى توجيهات في هذا الموضوع ما يتعلق بالاقتناء والاستئجار الى غير ذلك. هذا الموضوع في الحقيقه هو الان ساري المفعول. احنا حبيت نقول باللي اليوم الحماية المدنية الجزائرية أصبحت محترفة أكثر من السابق، بحيث أنه ربما العوامل الطبيعية التي هي التي تساهم في انتشار رقعة الحريق ما يتعلق بارتفاع كبير في درجة الحرارة، ثانيا المناخ أو ما يتعلق بالرياح، كذلك نقطة أخرى ما تتعلق بالتضاريس أو صعوبة المسالك، الشيء الذي ربما ما نقولش يعرقل حركة، يعرقل تدخل الحماية، ولكن يبطئ الوصول إلى المواقد. هذا الشيء اللي خلينا نسجله العام اللي فات، ربما الكل يتذكر العملية التي كانت تقوم بها المديرية العامة للحماية المدنية على مستوى غابات ولاية تيبازا، وسخرت إمكانيات كبيرة باش نخمدوا النار في ولاية تيبازا، وبفعل الرياح وفعل المناخ وارتفاع محسوب درجة الحرارة انطلقت النيران في شرق الجزائر، وشفنا أنه التعداد اللي كان موجود في تيبازا وفي مختلف الوطن كيفاش تنقل إلى هذه المنطقة من أجل الاستحواذ على الوضع، وتدخل حتى أفراد الجيش الوطني الشعبي بإمكانياتهم المادية والبشرية. فشفنا أنه كان تضافر جهود الجميع وجهود الدولة الجزائرية في هذه نسميها الكوارث، هذه الحالات التي
يستعصى علينا أننا نقدروا نستحوذوها في ولاية معينة، فهنا نشوف أنه تكون تعليمات فوقية من قبل أعلى سلطة في البلاد تم التوجيهات إلى مختلف الأجهزة سواء الدرك الوطني أو الأفراد الجيش أو غير ذلك من أجل الدخول جنبا إلى جنب مع هذا الشركاء الفاعلين من أجل الاستحواذ على هذه النار وإخمادها وعدم انتشارها. ونفكر في تلك اللحظة أننا نحافظ على العنصر البشري والحيوان ربما ثم تأتي البيئة. الملازم كريم بن فحصي ابقوا معنا، أعود إليكم بعد قليل. نتحول الآن مشاهدينا مباشرة إلى استوديو الأخبار لمتابعة هذه النشرة المفصلة. نشرة إخبارية من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم. بداية، تلقى رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من أخيه رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة السيد بشار الأسد، عبر له فيها عن شكره وتقديره البالغين للجهود الدؤوبة التي بذلها السيد الرئيس من أجل استعادة سوريا في ظل الرئاسة الجزائرية للقمة العربية لمقعدها في جامعة الدول العربية، متمنيا للشعب الجزائري المزيد من التقدم والازدهار. وبدوره أعرب رئيس الجمهورية لنظيره السوري عن تقديره وترحيبه لعودة الشقيقة سوريا إلى الجامعة العربية، متمنيا للشعب السوري الشقيق إطراد التقدم والمناعة وللعمل العربي المشترك تحقيق ما تصبو إليه الشعوب العربية من مناعة واستقرار وتنمية. كما تم الاتفاق بين قائدي البلدين على تبادل الزيارات وتحديد برامج عمل مكثف يشمل كافة القطاعات من أجل التعزيز المستمر للعلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين. في إطار متابعة مدى تنفيذ برنامج التحضير القتالي لسنة 2022-2023 على مستوى الوحدات الكبرى للجيش الوطني الشعبي المنتشرة عبر النواحي العسكرية الست، شرع السيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ابتداء من اليوم في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار. أحمد خير الدين يفصل. في البداية وبعد مراسم الاستقبال ورفقة اللواء مصطفى اسماعيلي قائد الناحية العسكرية الثالثة، وقف السيد الفريق أول بمدخل مقر قيادة الناحية وقفة ترحم على روح الشهيد البطل مصطفى بن بولعيد الذي يحمل مقر قيادة الناحية اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأبرار. وبمقر قيادة الناحية عقد السيد الفريق أول لقاء توجيهيا مع إطارات ومستخدمي الناحية، حيث ألقى كلمة توجيهية بثت إلى جميع وحدات الناحية عبر تقنية التحاضر عن بعد، أكد فيها أن تقديس العمل الجاد والمتفاني هو الوسيلة المثلى لتحقيق النجاح في أداء المهام الموكلة. إننا في الجيش الوطني الشعبي نظل على قناعة تامة أن التكيف مع التطورات المتسارعة التي بات يشهدها العالم يتطلب أولاً وقبل كل شيء تقديس العمل الجاد والتفاني الذي نعتبره الوسيلة الفضلى بل المثلى لتحقيق النجاح في أداء المهام الموكلة وبلوغ المزيد من الجاهزية والمزيد من التطور في كافة مناحي ومجالات المهنة العسكرية. ولقد استطاع جيشنا بفضل التوجيهات السديدة للسيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني أن يحقق في وقت وجيز إنجازات معتبرة بفضل هذا النهج العملي القويم
الذي منحناه ما يستحقه من عناية ورعاية من خلال توفير كافة موجبات النجاح وتوفير كافة عوامل التحفيز والتشجيع للمستخدمين والإطارات حتى يسود بينهم العمل الجاد وتترسخ لديهم ثقافة المنافسة الشريفة كل في مجال عمله ونطاق مسؤوليته. السيد الفريق أول أكد أيضا أن الجيش الوطني الشعبي أصبح جيشا محترفا بكل ما تعنيه عبارة الاحتراف من معاني ودلالات بفضل الحرص الدائم على الحفاظ على الجاهزية العملياتية في أعلى مستوياتها والتحضير والتدريب الجيدين للقوات المسلحة. وفي نفس السياق حرصنا دوما على المحافظة على الجاهزية العملياتية في أعلى مستوياتها وعلى أن يتم التحضير والتدريب الجيد لقواتنا المسلحة بالطريقة المثلى والمرسومة حتى تبقى على الدوام مالكة لمقاليد القدرة على الاطلاع بمهامها ومتكيفة باستمرار مع تطور الوضع الجيوسياسي وتعقد الرهانات التي تشهدها المنطقة. وبفضل ذلك أصبح الجيش الوطني الشعبي جيشاً محترفاً بكل ما تعنيه عبارات الاحتراف من معاني ودلالات، جيشاً محترفاً في أدائه ومحترفاً في تفكيره، جيشاً لا يهاب الصعاب ولا الخطوب، جيشاً يملك كل مقومات القوة للردع وإفشال كافة المحاولات الخسيسة لمتآمرين الجبناء التي تستهدف المساس بأمن واستقرار بلدنا المفدى. السيد الفريق أول حذر من المحاولات الخسيسة المتمثلة في إغراق بلدنا بالمخدرات، حاثاً كافة الفاعلين على الساحة الوطنية على المشاركة في المعركة النبيلة ضد هذه الآفة الخطيرة. وفي إطار هذه المشاريع الخسيسة تندرج محاولات إغراق بلادنا بالمخدرات بكافة أنواعها والتي تستعمل كسلاح خطير ضد بلادنا وضد شعبنا بغرض إفشال عزائمهم والنيل من إرادتهم. وفي هذا الصدد بالذات فإن الجيش الوطني الشعبي بالتنسيق الوثيق مع مختلف مصالح الأمن سيواصل دون هوادة محاربة هذه الآفة ولن يدخر أي جهد للتصدي الحاسم لشبكة التهريب وباروناتها خونة الوطن الذين يتعينوا أن تسلط عليهم أقصى العقوبات لأن الأمر يتعلق بصحة وأمن وسكينة المواطنين. كما أهيب بكافة الفاعلين على الساحة الوطنية من أولياء ورجال إعلام ومدرسة ومسجد للمشاركة في هذه المعركة النبيلة لا سيما من خلال تكثيف الحملات التحسيسية تجاه الشباب بمخاطر هذه السموم من أجل الحد من تبعات هذه الآفة التي أخذت في الآونة الأخيرة أبعاد مقلقة. السيد الفريق أول تابع عقب ذلك تدخلات مستخدمي الناحية العسكرية الثالثة واستمع مطولاً لانشغالاتهم واقتراحاتهم قبل أن يسدي للحاضرين جملة من التوصيات والتوجيهات العامة،
إثر ذلك ترأس السيد الفريق أول اجتماع عمل تابع خلاله عرضا شاملا قدمه قائد الناحية حول الوضع العام في إقليم الاختصاص، ليؤكد بعدها السيد الفريق أول على ضرورة السهر للحفاظ على الجاهزية التامة للوحدات والأفراد والتحلي بالمزيد من الحيطة والحذر ومضاعفة الجهود في سبيل توفير كافة موجبات الأمن والسكينة للمواطنين عبر كافة إقليم الناحية. إحياء اليوم الوطني للذاكرة المخلد للذكرى 78 لمجازر 8 ماي 1945 كان من ولاية سطيف، وهذا بوقفة ترحم وقراءة فاتحة الكتاب على أرواح الشهداء. المراسم جرت بحضور وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدربيغة والسلطات المحلية ومجاهدين ومنظمات شبابية تخللتها مسيرة الوفاء والتي تنتهي عند النصب المخلد لأولى قوافل الضحايا. لا مساومة في تاريخنا الوطني ولا مساومة في ذاكرتنا الوطنية، وهو الأساس في التعامل مع كل الدول. فالمسألة هنا هامة وهامة للغاية. فما شاهدناه وما عايشناه في إحيائنا لهذه الذكرى بولاية سطيف هو ذلك الطابع الجماهيري العفوي الذي خرج فيه الشباب وخرج فيه الصغار والكبار. الجميع حتى يحضروا هذه الذكرى، وإن دل على شيء فإنما يدل على ذلك الانتماء وذلك البعد الروحي والتاريخي للجزائريين. وفي ذكرى مجازر 8 ماي دائما وقف أعضاء مجلس الأمة برئاسة رئيس المجلس صالح جوجيل دقيقة صمت على أرواح شهداء المجازر الإجرامية الذين ارتوت بدمائهم الطاهرة أرض الجزائر في سبيل الحرية من نير الاستعمار الغاشم. من جهتها أحيت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الذكرى بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة التحريرية وقراءة فاتحة الكتاب والوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح الشهداء، وهذا بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف وإطارة وموظفي الوزارة. وبالعاصمة وبالمناسبة ذاتها تم تنظيم العديد من النشاطات والندوات الثقافية استهلت بوضع إكليل من الزهور بساحة أول ماي ترحما على أرواح الشهداء وقراءة فاتحة الكتاب على أرواحهم الطاهرة، لتعقد بعدها بالمجلس الشعبي الولائي ندوة تاريخية حضرها وزير الشباب والرياضة والأسرة الثورية ووالي ولاية الجزائر والمجتمع المدني. استعرضت أحداث المجزرة المؤلمة التي لن تمحى من الذاكرة الوطنية بالتقادم، كما تم تكريم المجاهدتين جميلة بوباشا وحرة كركب وإعطاء إشارة الانطلاق للقافلة الوطنية الشبانية ذاكرة وتاريخ المكونة من أزيد من 1200 شاب من المجتمع المدني والتي ستجوب 24 ولاية على مدار أسبوع كامل بهدف تأكيد الدور استراتيجي للذاكرة الوطنية في تنمية الشعور والحس المدني. أيها الشباب، الجزائر هي رسالة الشهداء وتحصينها أمانة في أعناقنا، والوفاء للعهد عقد نبيل يتشرف بحمله كل مواطن مخلص، وفي نفس الوقت هي عقد روحي بيننا وأسلافنا لمواصلة بناء وطننا وتقوية أركانه وتعزيز دوره الحضاري والإنساني في العالم. في النشاط البرلماني عرض اليوم وزير المالية العزيز فايد أمام أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس صالح جوجيل نص القانون النقدي والمصرفي الذي يأتي لتعزيز حوكمة وصلاحيات كل من بنك الجزائر، مجلس النقد والقرض، وكذا البنوك والمؤسسات المالية. عرض مشروع القانون جرى بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار ليشرع
بعد ذلك أعضاء المجلس في مناقشة نص المشروع. بالمجلس الشعبي الوطني نظمت اليوم لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة يوما برلمانيا حول أهمية بنك البذور في تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي المستدام، وهذا بحضور رئيس المجلس إبراهيم بوغالي ووزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني. وتضمن برنامج اليوم الدراسي بالتحليل والنقاش المقاربة الخضراء والسيادة الغذائية للجزائر. والجزائر التي كرست أمنها بلحمتها الوطنية ووحدة مكوناتها وانسجام مؤسساتها وتلاحم شعبها وجيشها، تسعى لتعزيز أمنها في مختلف مناحيه، من أمن في الغذاء وفي الدواء وفي أمنها السبراني، ومواجهة مختلف التحديات والرهانات. ولن يكون ذلك عصيا عليها ما دام أبناؤها على هذا المستوى من الوعي. يشكل البنك الوطني للبذور الأساس الأول لمنصة الوطني للموارد الجينية الفلاحية والغذائية لأسباب عملية وأمنية. سيتم إن شاء الله إنشاء 5 أو 6 بنوك متخصصة تنشأ في ولاية مناطق الداخلية من الوطن. سيدخل حيز الخدمة خلال السداسي الثاني لسنة 2023، ومن المقرر تدشينه يوم 5 جويلية 2023. تم اليوم بالمحكمة الإدارية بتيبازا إطلاق خدمة الشباك الإلكتروني الوطني الخاص بجهات القضاء الإدارية، خدمة من شأنها تقريب المرفق القضائي من المتقاضين وتبسيط الإجراءات القضائية ورقمنة الملف القضائي بصفة عامة. في إطار تطوير خدمات العدالة، استحدثت اليوم منصة رقمية وطنية سميت بالشباك الوطني الإلكتروني، يسمح من خلاله للمواطن وللمحامي كهيئة الدفاع أنه يتحصل إما على معلومات لقضايا تخصهم موجودة على مستوى محاكم تبعد عن مقرات إقامتهم، أو سحب نسخ من أحكام عادية لقضايا دائما تخصهم. تربويا، وفي إطار تنفيذ مخرجات مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 16 أبريل الفارط، والقاضية بضمان تطير متخصص لمادة التربية البدنية والرياضية في مرحلة التعليم الابتدائي، وشروعا في التحضير لتوظيف أساتذة في المدرسة الابتدائية لتأطير هذه المادة، تعلم وزارة التربية الوطنية حاملي شهادة الليسانس المعنيين أنه سيتم فتح منصة رقمية للراغبين في التسجيل عن بعد ابتداء من اليوم على الساعة 4 مساء إلى غاية يوم الخميس 25 مايو الجاري منتصف الليل. ممثلا للجزائر يشارك اليوم وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد في لندن في منتدى التعليم العالمي على رأس وفد يمثل وزارته ووزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتعليم المهنيين. المنتدى الذي جاء في نسخة هذه السنة تحت شعار بدايات جديدة، رعاية ثقافة التعلم وبناء المرونة وتعزيز الاستدامة، تعليم قوي وأكثر جرأة. اللقاء يعد أكبر تجمع لوزراء التعليم من مختلف دول العالم، ويمتد على مدار 3 أيام تقدم فيه ورشات العمل لتقييم الوضع والنظر في التحديات والتغييرات على المدى الطويل لمهنة التعليم. انطلقت اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال فعاليات الطبعة الأولى للمنتدى الدولي حول تكنولوجية الإعلام والاتصال تحت إشراف وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والتي ستدوم إلى غاية 10 من الشهر الجاري، وهذا بحضور ممثلين عن وزارات البريد، الرقمنة والمؤسسات الناشئة، بمشاركة 150 عارضا وطنيا ومشاركين من 13 دولة. اللقاء يعد فرصة لاجتماع خبراء التكنولوجيا والرقمنة وعالم ريادة الأعمال، خاصة ما تعلق بالتحول الرقمي والأمن السيبرياني، الرقمنة المالية والذكاء الاصطناعي. الجزائر تتقدم اليوم
بخطى ثابتة ومتسارعة لتحسين قدراتها التكنولوجية. قدرنا نتقدم من 3.5 مليون عائلة كان عندها اشتراك بالانترنت في بداية 2020، تجاوزنا اليوم 5 ملايين عائلة عندها هذا الاشتراك بمختلف التكنولوجيات. أغلب الاشتراكات الجديدة كلها تقريبا يعني الآن بالألياف البصرية لغاية البيوت، ونواصل المجهودات من أجل وصل وتوصيل المليون الإضافي باش إن شاء الله مع نهاية 2024 ثلثي العائلات كما خطط من البيوت ومن العائلات يكون عندها توصيل بالإنترنت ثابت. وبقصر المعارض بالصنوبر البحري تتواصل فعاليات الطبعة 25 للصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية بمشاركة أزيد من 900 عارض بين محليين وأجانب قدموا من 20 دولة من بينها الصين كضيف الشرف. هذا وثمن العارضون الجزائريون مشاركتهم في هذه الطبعة بالنظر للفرص المتاحة أمامهم لعرض منتجاتهم وتسويقها. بعد توقف دام سنة تقريبا، العيادة المتعددة الخدمات أحمد حداتو ببلدية محمد بالوزداد تستأنف نشاطها بعد أن تدعمت بمصالح استشفائية جديدة تعمل بنظام رقمنة متطور. آسيا غريب. بهدف تتبع مسار المريض داخل الهياكل الصحية، نظام رقمنة جديد تعززت به العيادة المتعددة الخدمات أحمد حدانو سيرفونتاس سابقا ببلدية بلوزداد بعد توقف لأشهر. يجي لو باسيون المريض يعطينا البطاقة التعريف البيومترية ولا رخصة السياقة ونديروها في ليكتور دو كارت لهنايا، يخرجوا كاع المعلومات ونعطوا له لو تيكي تاعو يدخل عند الطبيب. حنا كي نسجلوه يكون عنده ملف الشخصي تاعو باش المرة الجاية كي يجي يكون مسجل يعني في لاباتخون تاعنا. اليوم هاد المصلحة تم تعزيزها بوحدة جديدة وهي وحدة المخبر اللي ما كانتش كاينة، وإن شاء الله هادي حتى تسمح لنا باش نقص الضغط، يعني الضغط يومي تقريبا 100 مريض يعني على الأقل في اليوم. والحمد لله مع هادي راح تنقص شوية الضغط في استقبال تاع المواطنين اللي نخدموهم في ما يخص التحاليل الطبية. مصالح استشفائية جديدة تدعمت بها العيادة من بينها طب الأنف والحنجرة، الأمومة والطفولة وجراحة الأسنان. عندنا نيكوغراف كي ايتي جوستومون بور يعزز يعني لا كونسلطاسيون تاع لا ميديسين انترن، عندنا حماية الأمومة والطفولة، عندنا كرسي جديد لأمراض الأسنان، عندنا اون كونسلطاسيون دو ميديسين جينيرال. الأشعة أيضا هي مرقمنة بحيث عندما يمر المريض عند مصلحة أشعة يتم أخذ الصورة وتخرج مباشرة عند الطبيب الذي طلبها. ستكون في هذه الأيام هذه الراديولوجي تكون هنا. هذا النوع من الهياكل الصحية من شأنه تقليل طوابير الانتظار على المريض وتخفيف الضغط على المراكز الاستشفائية الجامعية. بهذا نصل إلى ختام النشرة، السلام عليكم. مستمرون معكم إلى تمام الخامسة، ونعود إلى الفعاليات المخلدة لذكرى 8 مايو 1945 اليوم الوطني للذاكرة إلى ولاية جالما الآن مجددا، حيث تلتحق بنا الزميلة عائشة بوبريق من أجل المزيد حول أحياء هذا اليوم الخالد. عائشة أهلا بك من جديد، تفضلي ما الذي لديك؟ إذن زميلتي شكرا جزيلا لكم مشاهدينا،
مرحبا بكم معنا مجددا من ولاية جلما. إذن مباشرة من وسط المدينة حيث انطلقت هذه المسيرة التاريخية من منطقة الكرمات، وهذه المسيرة التي انطلقت ذات 8 ماي 1945 بنفس المكان. إذن هي مسيرة جابت مختلف شوارع ولاية جالما، وهي المسيرة التي جابت شارع نهج عنونة بالإضافة إلى شارع عبد الحميد ابن باديس والعديد من الشوارع هنا بولاية جالما. إذن أقول إنها مسيرة جابت العديد من الشوارع، انضم إليها كما تلاحظون مشاهدونا في هذه الصور المباشرة الكبير كما الصغير، كما انضم في ذات اليوم 8 ماي 1945 أباءنا وأجدادنا ووقفوا على كلمة رجل واحد، وهي أن تستقل الجزائر حرة أبية. إذن مشاهدينا أترككم مع هذه الصور الحية مباشرة من ولاية جالما. إذن ومن نفس المكان الذي شهد مظاهرات 8 ماي 1945 بولاية جالما تنطلق في هذه الأثناء هذه المسيرة المخلدة لهذه المناسبة، وهي بمشاركة كما قالت الزميلة عائشة ببريق كل فعاليات المجتمع خاصة شريحة الأطفال، كما تابعنا في هذه الصور التي أتتنا على المباشر من ولاية جالما الشكر الجزيل للزميلة عائشة ببريق على هذه النافذة المباشرة. أعود إلى ضيفي الآن في البلاتو الملازم كريم بن فحصي المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية دائما حول فعاليات هذه الدورة التكوينية لفائدة ضباط الحماية المدنية من المستوى الثالث تحسبا لفصل الصيف من أجل التدخل السريع والفعال في حالة اندلاع الحرائق. سيادة الملازم، كيف يكون التحضير لانطلاق فوج التدخل عندما يصل النداء باندلاع حريق في أي مكان في الغابات؟ نعم طبعا، إذن هذا هو موضوع الدورة التكوينية، كيف يتم الأمر التحضيري والأمر بالحركة لأفواج الحماية المدنية أو الفرق للتنقل سواء على المستوى المحلي في الولاية الذي اندلع فيها الحريق، أو الفريق ينتقل من الولاية نتاعو إلى الولاية المجاورة من أجل تقديم يد العون. وهنا لابد من التوضيح إذا كان يكفينا الوقت فيما يتعلق بالأمر التحضيري والأمر بالحركة. إذا تكلمنا عن الأمر التحضيري أو باللغة الأجنبية باتراك دير، يتعلق بالبي اللي هو التعداد أو البيرسونيل، الأ اللي هي لارمومو أو العدة، تي اللي هو اللباس لاتينو، الأر اللي هو لاراديو أو ما يتعلق بوسائل الاتصال السلكية واللاسلكية، الأ ما يتعلق بالاليمونتاسيون تغذية، هذا الفريق اللي يتنقل لابد له من تغذية نتاعو تكون أوتونوم، مؤونة نتاعو تكون أوتونوم، ما يبقاش عبء على الولاية اللي راح يقدم لها يد المساعدة، أو لما يكون في هذا نقطة التدخل يصبح هو ضحية للتعب والإرهاق وما عندناش باش نغذيو هذا الأعوان نتاعنا من كل المواد التي تسمح لهم بالحفاظ على نشاطهم وعلى جاهزيتهم. كذلك ما يتعلق بلو سي أو القيادة الكوموندمون، هذا العملية أو هذا الفوج تحت قيادة من، ما هي طرق القيادة التي يخضع لها إلى هذا الفوج. كذلك ما يتعلق بنوع المهمة اللي راح يسلكها هذا الفوج والموعد اللي هو أهم شيء متى ينطلق هذا الفوج والتوقيت نحسب من تي زيرو إلى غاية الوصول إلى نقطة تي. الآن هذا يسمى بالأمر التحضيري، فهذا الضباط المكلفين أو اللي راهم خاضعين إلى هذه الدورة التكوينية هذا الشيء اللي راح يقراوه في مجموعة المعارف والمهارات والسلوكيات خلال هذه الدورة، يعرف أنه الفوج بيتنقل عنده أمر يسمى بالأمر التحضيري، لابد أن رئيس الفوج يعرف كل ما يتعلق بالتعداد والعدة واللباس وغير ذلك للأفراد نتاعو. ثم عندنا مصطلح ثاني اللي يسمى بالأمر بالحركة أو باللغة الأجنبية مشفر يسمى بالدبيف. الدبيف نقصد بها لا ديستيناسيون الوجهة، لو بي اللي هو نقطة الوصول لا بوزيسيون،
الاي اللي هو ايتيرينير المسار، ثم التشكيله اللي هو اخر حرف في هذا المشفر الاف اللي هي تشكيله هذا الفريق اللي راح يتنقل الى او نامروه بالحركه الى النقطه التي رانا نريد الوصول اليها. اذا انه التنظيم اكيد هو أكيد الشيء الاساسي أكيد عند تحرك او تدخل اي فريق من الحمايه أكيد المدنيه. انا في بدايه المداخله نتاعي او في بدايه الحضور في البلاطو قلت الحمد لله الحمايه المدنيه 2023، الحمايه المدنيه الجزائريه سنه 2023 ماشي الحمايه المدنيه اللي كانت عليه في السابق. الان هناك مراسيم، هناك قوانين، هناك الان كل ما يتعلق بالجانب التنظيمي لاعواننا حتى نحافظ على سلسله القياده ونحافظ كذلك على السلم التنظيمي للاعوان تاعنا بمختلف الرتب من السيد المدير الولائي او السيد المدير العام او ثم ننزل درجه حتى نوصل الى اخر عون المكلف بمهمه معينه في التدخل في اخماد حرائق الغابات والمحاصيل الزراعيه. الان الامر على مستوى الحمايه المدنيه الجزائريه اكثر تنظيم، اكثر احترافيه، اكثر دقه، اكثر تفاصيل. وربما نفتح قوس هنا ونذكر المشاهد الكريم انه لو ما كانش دقه، لو ما كانش تفاصيل، لو ما كانش جديه وانضباط، سيد رئيس الجمهوريه لما اعطى امر يوم 6 فبراير لدخول الحمايه المدنيه الجزائريه الى سوريا وتركيا، فشفنا في وقت قياسي، في ظرف قياسي، تجمع الاعوان من حيث التعداد والعده ولا غير ذلك، ثم السيد رئيس الجمهوريه يعطي امر الى السيد معالي وزير الداخليه يتنقل الى اي مكان لتفتيش الفرق اللي راح تتنقل من حيث الجاهزيه نتاعهم، الاعوان نتاعهم الى غير ذلك. فهذا يخلينا نتكلم على انه الاحتراف اللي دخلته الحمايه المدنيه الجزائريه هو اللي جعل منها باش تكون في مصاف الكبار. جيد. سيادة المنازم، كثيرا عندما يتحرك فوج الحماية المدنية نسمعهم يرددوا أن هذا التدخل هو عن طريق نظام سوياك. نعم. ماذا نقصد بهذا النظام؟ نعم، هذه المصطلحات التي يعرفها رجال الحماية المدنية هي عبارة عن كلمات مشفرة لمجموعة الأنظمة التي يسير عليها فريق التدخل أو فوج التدخل. فنقصد بكلمة سوياك لو أسوا لا سيتياسيون، الوضعية اللي راهي موجودة في هذا المكان اللي وصلنا له باش نديروا له عملية الإخماد. كذلك الأو اللي هو لوبجيكتيف، واش هو الهدف أو الحد من انتشار النار اللي هو ذو الهدف نتاعنا. ثم عندنا لي ديد مانوفر الإي، طريقة التدخل أو طريقة الإخماد تاع النار هذه كيفاش راح تكون. ثم عندنا ليكستونسيون، كيفاش تكون عملية الإطفاء والتنفيذ نتاعها، كيفاش نيكزيكيتيو الأوامر أو نيكزيكيتيو الطرق اللي من خلالها نخمدوا النار هذه. ثم الكوموندمون، القيادة اللي طبعا راح تكون تحت رئيس الوحدة الرئيسية إذا كان موجود في عين المكان، إذا جاء المدير يصبح رئيس، يصبح سيد المدير هو لو كوس، هو لو شيف دوبيراسيون، إذا كان نزل سيد مدير تنظيم وتنسيق الإسعافات ممثل المدير العام يصبح السيد المدير تنظيم وتنسيق الإسعافات هو لو كوس، إذا هبط الوالي نفس الشيء، إذا هبط الوزير. فهناك جملة من التنظيمات والترتيبات اللي واحد يسمح لواحد اللي يكون أكبر منه رتبة يصبح هو قائد العمليات في المنطقة، اللي طبعا هو راح يسير العملية مع السلطات التي أعلى من ويوصل لها، يدير لها ان ترانسميسيون تاع لي زانفورماسيون، كل ما يتعلق بالوضعيه اللي راهي موجوده في هذا الحريق ولا في هذا النار ولا في هذا التدخل، حتى السلطات العليا في البلاد تتخذ جمله من القرارات الحاسمه والواجهه واللي تكون فوريه، لانه النار ما تنتظرش الوقت، وبالتالي كل ما كانت المعلومه في وقتها مضبوطه وتحول الى الجهات العليا، كل ما السلطات العليا في البلاد اتخذت قرارات حاسمه وتكون عمليه في مكانها، ما نخليوش الوقت يطول حتى الامر ربما يخرج عن السيطره. جيد. ما اهميه ان يكون عضو الحماية المدنية في هذا الفريق، فريق التدخل السريع لإخماد الحرائق، أن يكون ملما بكل هذه التفاصيل وأن يكون على درجة كبيرة من الالتزام بكل هذه الأحيثيات؟ وهو هدف المديرية العامة للحماية المدنية وعلى رأس السيد المدير العام العقيد بولي مغلاف، هي إكساب الأعوان بمختلف الرتب كل مستوى، على مستوى FDF1 اللي هما الأعوان، FDF2 اللي هما FDF2 أو المستوى الثاني اللي هما ضباط صف او صف الضباط، ثم الاف دي اف 3 والاف دي اف 4 حتى الاف دي اف 5. اذا هدف المديريه العامه هو تكوين الاعوان بمختلف الرتب في جميع الفئات. جيد جيد، اعود اليك بعد قليل. نعم. الان مشاهدينا الكرام، يرفع على مسامعنا اذان صلاه العصر لمدينه الجزائر العاصمه وما جاورها من مدن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعده. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. سيادة الملازم كريم بن فحصي، كنا نتحدث عن أهمية الإلمام والالتزام أيضاً بكل حذافير المهمة من طرف أعوان فرق التدخل لإخماد الحرائق. تفضل لمواصلة الفكرة. أكيد، قلت هذا هو هدف المديرية العامة للحماية المدنية من خلال برنامج تكويني طيلة السنة، بمعنى إكساب المعارف والمهارات والسلوكيات لدى الأعوان بمختلف الرتب، كل حسب مستواه او حسب الفئه التي ينتمي اليها. اذا تكلمنا على الاف دي اف 3 بمعنى راه يسبقوا الاف دي اف 1 والاف دي اف 2. شكون هو الاف دي اف 1؟ هو العون البسيط موجود في الحمايه المدنيه اللي هو رجل التدخل. ثم عندنا الاف دي اف 2 اللي هو برتبه رقيب او مساعد، وهكذا دواليك حتى نوصل الى الاف دي اف 5 اللي هو يكون المدير العام او السيد معالي الوزير ولا كذلك. فبرنامج التكويني للمديريه العامه يمس جميع الفئات المتواجده في سلك الحمايه المدنيه، ولا نتحدث فقط عن حرائق الغابات. احنا اليوم انا موجود معك في البلاطو، قبل 24 ساعة سيد معالي وزير الداخلية وسيد مدير العام والسلطات المدنية والعسكرية متواجدين في ولاية شلف لتفتيش مدى جاهزية الأعوان للتدخل في حالة وجود زلزال لا قدر الله. نفس التجمع موجود في ولاية البويرة، هو عبارة عن تجمعات جهوية، نفسه موجود في ولاية ورقلة، موجود في ولاية بيتنا. الهدف من هذه التجمعات ومن هذه العمليات المناورات البيضاء هو قياس مدى جاهزية الأعوان واستعداداتهم في التدخلات نتاعهم، اللي احنا في الأخير نهدف إلى هدف واحد واضح هو حماية الأفراد من الهلاك والممتلكات ومن البيئة. إذا لابد من التكوين، لابد من الرسكلة، لابد من إمداد المعارف والمهارات والسلوكيات الجديدة لدى الأعوان. بمعنى آخر لازم تكون عندنا لا ميزاجور طول طون في كل وقت، عندنا لا ميزاجور الأعوان تاعنا أولا باش ما ينساوش الوظيفة، ما ينساوش المهمة، وكذلك تكون عندهم سرعة ونجاعة التدخل الجاهزية. لأنه احنا تدخلاتنا هي تنافس الوقت، احنا ننافس الزمن. كل ما ربحنا الوقت في التدخل تاعنا، كل ما كان التدخل تاعنا فعال وناجح وفعال ومحترف، كل ما صوفينا هذاك الفيكتيم ونشدوه الى قيد الحياه او نحافظوا على البيئه ونحافظوا على الممتلكات اللي متواجده. نعم، في كل صيف يتم ايضا تنصيب الرتل المتنقل. أكيد.
ما أهمية هذا الرتل وكيف يتم التحضير أيضا خلال عملية التنصيب من أجل مباشرة العمل؟ نعم، الرتل المتنقل أو هذا ما يسمى بلاكولوموبيل هو برنامج مستقل، الغاية منه أو الهدف منه هو المساهمة في إخماد حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية والنخيل. الجزائر اليوم الحمد لله عندنا 65 برنامج رتل متنقل، عندنا 65 كولوموبيل موزعة على كل ولايات الوطن، خاصة الولايات التي فيها مجمعات غابية أو منتجعات غابية أو كثافة غابية. الرتل المتنقل هذا عادة ما ينصب منذ الفتح جوان من كل سنة وتنتهي مهامه إلى غاية 31 أكتوبر من السنة الجارية. هذا الرتل المتنقل يتكون من 54 عون يقودهم ضابط برتبة نقيب، عندهم برنامج عمل خاص، عندهم نظام تكوين خاص، عندهم استقلالية في العمل تاعهم، يخضعون إلى المديرية العامة للحماية المدنية، مديرية التنظيم وتنسيق الإسعافات هي اللي تعطي الأمر بخروج هذا الرتل المتنقل لإخماد الحريق في الولاية اللي راه موجود فيها أو يطلب منه التنقل إلى الولاية المجاورة كفريق دعم. الحمد لله احنا نقول الإمكانيات اللي راه موجودة عند الجزائر خاصة ما يسمى بالأرتال المتنقلة هذه اللي راهي كانت عندنا في السابق أقل من 20 ثم 37 اليوم عندنا 65. هذا الفضل يعود لله سبحانه وتعالى ويعود إلى المسؤول الأول عن البلاد الذي أعطى الإمكانيات الكبيرة البشرية والمادية لجهاز الحماية المدنية من أجل خدمة الصالح العام وترقية وتطوير القطاع وكذلك الولوج في باب الاحترافية، وهذا الشيء اللي رانا عليه اليوم. إذن الدورة التكوينية متواصلة إلى غاية 16 من مايو الجاري. نعم، الدورة انطلقت يوم 7، أشرف عليها المدير الفرعي للتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية العقيد رامي ميلود، وتستمر إلى غاية 16 مايو من السنة الجارية بمتابعة على سيقة من طرف السيد المدير العام والطاقم المسير للمديرية العامة للحماية المدنية. كل التوفيق إذن في هذه المهام النبيلة. سيادة الملازم كريم بن فحصي، أنتم المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، شكرا جزيلا لكم. شكرا لك ومن خلالك إلى كل الصحفيين بالتلفزيون العمومي على المرافقة لكل النشاطات وتدخلات جهاز الحماية المدنية في ربوع الوطن. شكرا مجددا. مشاهدينا ابقوا معنا، لنا عودة بعد هذا الفاصل.
محطتنا الأخيرة الآن الرياضة، آخر مستجدات كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 عاما مع أنيس مزيان. مساء الخير أنيس. مساء الخير فايزة، مساء الخير بالمشاهدين الكرام، جمهورنا الرياضي الكريم والمستهل بالحدث القاري كأس إفريقيا أقل من 17 عاما واختتام مباريات دور المجموعات، ولكن بعد هذا الفصل. كما أشرنا إذن اختتمت أمس مباريات دور المجموعات بإجراء لقاء الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الثالثة، والتي احتضنها ملعب 19 ماي بعنابة بين منتخبي الكاميرون وبوركينا فاسو، وعرفت فوز هذا الأخير بهدفين مقابل هدف واحد. المنتخب الكاميروني كان السباق لافتتاح مجال التهديف عن طريق ماتا أنجيل في الدقيقة 61، فيما عدل سليمان أليو النتيجة للمنتخب البوركينابي في الدقيقة 76 قبل أن يعود نفس اللاعب ويضيف الهدف الثاني للخيول بعد دقيقتين، وبهذا الفوز يتأهل المنتخب البوركينابي إلى دور ربع النهائي رفقة المنتخب المالي، بينما ودع المنتخب الكاميروني حامل لقب الدور الأول من هذه المنافسة. وعن الإقصاء المفاجئ لحامل لقب المنتخب الكاميروني، مدرب المنتخب بدا هو الآخر متفاجئ من هذا الإقصاء وهذا المردود السلبي، نستمع في هذا التصريح. لن أتحدث بطريقة عشوائية بعد هذا الإقصاء، قد حضرنا جيدا للمنافسة، لا أدري ماذا حدث للاعبين في هذه الدورة، لقد كانوا خجولين جدا خاصة في أدائهم أمام المرمى. صحيح بعض اللاعبين كانوا غير مركزين ومتساهلين، وعندما تضيع فرصا سهلة يحدث لك هذا، عكس فترة تحضيراتنا التي سجلنا فيها أهدافا كثيرة. ولا أقول العكس، عملنا كثيرا أمام المرمى، لكن هذه هي نتيجة اليوم. ماذا سأقوم؟ أنا سأواصل العمل، أنا هنا وسأبحث عن العناصر النادرة قصد تدعيم الفريق، وهذا ما يجب فعله، إيجاد الأفضل ومحاولة تطوير المستوى. هنالك الكثير من اللاعبين الجيدين في الفريق بإمكانهم التواجد في المنتخبات الأكبر، وأنا متفاجئ مما حدث مثلكم. كان ثقتي كبيرة فيهم، وهذا ما تحدثت به في سابق التصريحات، وأنا متيقن أن هناك خلل ما لم نتفطن له. وعلى إثر الجولة الثالثة والأخيرة تصدر إذن منتخب مالي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، متبوعا بمنتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني ب3 نقاط، فيما تذيل منتخب الكاميرون الترتيب المجموعة بدون رصيد. للتذكير أن المجموعة الثالثة لعبت ب3 منتخبات فقط بعد إقصاء منتخب جنوب السودان من المشاركة من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وبعد اختتام مباريات دور المجموعات واكتمال عقد المتأهلين إلى دور ربع النهائي، نتعرف وإياكم على أهم مخرجات الدور الأول في التقرير الذي أعده الزميل وليد غربي. انقذ الدور الأول من كأس إفريقيا للناشئين في طبعتها 14، 15 مباراة تنافس فيها 11 منتخبا على 8 مقاعد في ربع النهائي، مباراتان فقط انتهتا على وقع التعادل الإيجابي، فيما حسمت 13 المتبقية لصالح أحد الفريقين بحصيلة بلغت 36 هدفا بمعدل 2.4 في المباراة الواحدة. وبالنظر لمردود المنتخبات، يعد المنتخب السنغالي الأفضل، ما يؤكد السطوة السنغالية على الكرة الإفريقية في السنوات الأخيرة. أشبال التيرانغا أنهوا دور المجموعات بالعلامة الكاملة،
في صدارة المجموعة الأولى بتسع نقاط وبأفضل هجوم سجل 7 أهداف محافظا على نظافة شباكه كأقوى خط دفاع رفقة منتخب مالي متسيد المجموعة الثالثة بفوزين في مباراتين. من جانبه المنتخب الجزائري عرفت نتائجه تذبذبا، تأهل من خلالها بشق الأنفس إلى دور الثمانية أشبال رزق رمان بعدما بدأوا المنافسة بطريقة مثالية بثنائية أناتوف في الشباك الصومالية، انهاروا في المباراة الثانية أمام السنغال بثلاثية كاملة قبل التعادل بصعوبة أمام الكونغو بفضل القائد والمنقذ مسلم أناتوف. فيما كانت كبرى المفاجآت في المجموعة الثالثة بخروج مبكر لحامل اللقب الكاميرون بخسارتين في مبارتين. من مصادفات ربع النهائي أن يتواجه صاحب أقوى خطي هجوم ودفاع السنغال مع صاحب أضعف خط دفاع جنوب إفريقيا، إضافة إلى قمة مغاربية واعدة في نسخة مكررة عن نهائي كأس العرب الأخيرة، فيما تسعى نسور مالي لمواصلة التحليق نحو لقب ثالث على حساب الكونغو مقابل قمة نيجيرية بوركينابية تحمل بين طياتها 3 ألقاب قارية، 2 للنسور الممتازة ولقب واحد للخيول. 4 نهائيات تحتضنها ملاعب نيلسون مانديلا الشهيد حملاوي والتاسع عشر ماي لاقتطاع التأشيرات 4 المؤهلة للمونديال قبل التفرغ للصراع على اللقب القاري بداية من المربع الذهبي. دور الربع النهائي الذي سينطلق بعد غد الأربعاء والأنظار فيه ستوجه إلى ملعب الشهيد حملاوي حيث سيحتضن مباراة منتخبنا الوطني أمام المغرب. أشبال المدرب رزق رمان حطوا الرحالة صبيحة اليوم بمدينة قسنطينة. تفاصيل أكثر في سياق تقرير محمد صالح بوسكر. ذو المنتخب الوطني للناشئين لدى وصوله إلى مطار محمد بوضياف بقسنطينة باستقبال مميز من قبل السلطات المحلية التي سهرت على توفير كل متطلبات الإقامة المريحة للعناصر الوطنية. المسؤولين راهم هنا حق مشكورين على هذا الاستقبال الحار اللي خصوه علينا، وإن شاء الله بإذن الرحمن إن شاء الله نفرحوا الشعب الجزائري. جايين بثقة كبيرة أن الجمهور راح يكون بقوة إن شاء الله. كل الجماهير القسنطينية هي في استعداد لمناصرة الفريق الوطني، وإحنا إن شاء الله نتمنى وإن شاء الله الفوز للفريق الوطني من أجل تشريف الجزائر وتشريف العالم إن شاء الله. بالقاعة الشرفية للمطار عبر اللاعبون عن سعادتهم للأجواء الرائعة والعناية الفائقة التي رافقت وصولهم. ننتظرون من الجمهور القسنطيني يجي دعمنا إن شاء الله ويساندنا إن شاء الله ما نخيبوش أمل تاعه ونكونوا في المستوى إن شاء الله. رحبوا بنا مليح وإن شاء الله نفرحوهم، ونتمنى من الجمهور القسنطيني يكون بقوة في المباراة باش نفرحوه ونتأهلوا للنصف النهائي بإذن الله. نشكرهم على هذا الترحيب الحار والاستقبال، يعني إن شاء الله نشرفوهم أجمل تشريف ونخلفوا لهم هذا الترحيب ونشرفوهم أجمل تشريف ورفع الراية الوطنية عالية إن شاء الله. الاستقبال كان رائع، نشكرهم بزاف بارك الله فيهم على هذا الاستقبال. وإن شاء الله إحنا نأدوا الدور تاعنا إن شاء الله ونفوز بهذه المباراة في الميدان. هذا ومن المنتظر أن يخوض المنتخب الوطني للناشئين أول حصة تدريبية فور وصوله إلى قسنطينة تحسبا لمباراة الدور الربع النهائي سهرة الأربعاء بملعب الشهيد حملاوي. واحتضان ملعب الشهيد حملاوي لهذه المنافسة يعد فرصة كبيرة سعدت بها جماهير المنتخب الوطني بقسنطينة الذين استقبلوا المنتخب بحفاوة ومستعدين لتقديم الدعم والمؤازرة في المباراة المصيرية. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. بعد احتضانه لمنتخب المحليين وفي حلته الجديدة يعود ملعب الشهيد حملاوي لاحتضان مباريات الفريق الوطني، وهاته المرة مع فريق أقل من 17 سنة وسط تفاؤل كبير بالتأهل إلى الدور نصف النهائي. يتأهلوا يديوا لاكوب إن شاء الله. الجمهور القسنطيني يكون في المستوى المطلوب. ايه اسبري سبورتيف. مرحبا بهم هنا عندنا في قسنطينه وان شاء الله يشرفونا ويربحوا ان شاء الله. الفوز لفريق الوطني الجزائري اقل من 17 سنه والتاهل للادوار المقبله بان شاء الله، ولما الفوز بالكاس. احنا نتمنوا الفريق تاعنا يفوز بهذه المقابله ويتاهل للدور النصف النهائي. مرحبا بهم يتشرفوا ومتشرفين بهم، ماذا بينا نتأهلوا، ماذا بينا نديو الكاس، الشيء اللي تعبنا عليه وجدناه، الدولة قامت بالواجب تاعها وحنا رانا مساندينها، رانا مساندين وحنا رانا معاهم.
ولا شك أن الفريق الوطني سيجد مساندة كبيرة من أنصار فرق مدينة قسنطينة على غرار شباب ومولودية قسنطينة وكذلك جمعية الخروب. ونطلبوا الدعم من أنصار شباب قسنطينة، مولودية قسنطينة، جمعية الخروب والمناصرين تاع الشرق الجزائري يكونوا عب. إن شاء الله يشرفونا وإن شاء الله السيبورتر يكونوا في الملعب بقوة ويفرحونا. إن شاء الله الأنصار، أنصار النادي القسنطيني ولا أنصار جمعية الخروب ولا أنصار مولودية قسنطينة يحضروا بقوة ويساندوا المنتخب الوطني. يلعبوا يديروا مقابلة إن شاء الله مليحة ويفوزوا ويفرحونا ويفرحوا الشعب الجزائري. الأكيد أن مدرجات ملعب الشهيد حملاوي ستكون مكتظة والمحظوظ هو من يتحصل على تذكرة الدخول. وبعيدا عن أخبار الحدث القاري، وفي أخبار الأندية، وبعد تعيين عاشور شلول كرئيس جديد للشركة الرياضية لشبيبة القبائل، عين هذا الأخير اللاعب الدولي السابق ومحلل التلفزيون الجزائري إبراهيم زافور كمناجير عام في مهمة إعادة ضبط الأمور داخل الفريق والعمل على إنقاذه من الوضعية الصعبة التي يعاني فيها في البطولة المحلية، إذ من المنتظر أن ينتقل زافور مع الفريق إلى خنشلة لمواجهة الاتحاد المحلي يوم غد. في خبر آخر، وإلى بطولة العالم للجيدو المقامة في العاصمة القطرية الدوحة في يومها الثاني، عرفت مشاركة جزائرية غير موفقة حيث أقصي المصارع وائل الزين في وزن 66 كيلوغرام من الدور الأول بعد انهزامه أمام الأوزباكي ميكريدان تيلدوف، ومن المنتظر أن يدخل غدا المصارع دريس مسعود في الدور الأول لمواجهة الأرميني كرابيتان في وزن 73 كيلوغرام. نختم إذن بالمصارعة الشاطئية، حيث احتضنت مدينة وهران في شاطئ الأندلسيات البطولة الوطنية للمصارعة المشتركة في طبعتها الأولى. الدورة إذن عرفت تنافسا قويا من قبل المصارعين والمشاركين. سليم هواري فصل أكثر في الموضوع. أجواء التنافسية ووسط تنظيم محكم، اختتمت فعاليات البطولة الوطنية للمصارعة المشتركة الشاطئية في طبعتها الأولى والتي احتضنها شاطئ الأندلسيات بوهران بمشاركة كبيرة من قبل الرابطات الولائية. عدنا تاني البطولة الإفريقية إن شاء الله، هذه البطولة اللي نختاروا فيها العناصر اللي بتشارك إن شاء الله في الألعاب الإفريقية الشاطئية. كانت مشاركة قوية، يعني اللي شاركت فيها عشر ولايات. والحمد لله كما حنا نقولوا، كي جا السيفي كما حنا نقولوا فيه حاجة، ما كاينش لي بليسير، ما كاينش غير حاجة الأولى، السلامة والصحة. وان شاء الله حنا جينا دينا سيسيون تاعنا بور كيما حنا نقولوا الدعم ليكيب ناسيونال سيفيل. المنافسه شهدت تنافسا كبيرا ما بين المشاركين، وعرفت تالق كل من محمود مجاجبه الذي احرز الميداليه الذهبيه لوزن 60 كيلوغرام، بالاضافه الى دولا الشوقي الذي احرز المركز الاول في وزن 70 كيلوغرام، في حين عادت رياده الترتيب من نصيب بن ارزقي زكريا في وزن 90 كيلوغرام، أما المرتبة الأولى في وزن أكثر من 90 كيلوغرام فكانت من نصيب حمزة حلوي. الحمد لله تحصلنا على البطولة الوطنية الشاطئية، وهذا بفضل مجهودات فريق الوطني والنادي ديالنا أمسية، والقادم أفضل إن شاء الله. فئة الإناث هي الأخرى عرفت ندية كبيرة، أين تمكنت بالخير فاطمة من الظفر بالمركز الأول في وزن 60 كيلوغرام، كما حققت ديلمي كوتر المرتبة الأولى في وزن 70 كيلوغرام، لتتوج فايزة عوالي بالميدالية الذهبية في وزن أكثر من 70 كيلوغرام. وهذا الشيء خليني نزيد نتحفز باش نوصل إن شاء الله بطولة العالمية وإن شاء الله. الحمد لله كان الأمل تاعي باش نربح، والحمد لله يا ربي ربي تقبل مني باش نربح، صافي بليزير هكا نوصلوا لحاجة بعيدة. كما تعد البطولة مؤهلة لدورة الألعاب الإفريقية للمصارعة الشاطئية بتونس، وتحضيرية للاستحقاقات الدولية المقبلة. وبأجواء المصارعة الشاطئية نختم الفقرة الرياضية، عودة إليك فيزا. شكرا جزيلا لك أنيس مزيان، والموعد يتجدد في مواعيدنا الرياضية اللاحقة. مشاهدينا بالرياضة نصل إلى ختام هذا العدد من برنامج الظهيرة، هذه تحياتي وتحيات الفريق الذي رافقتهم طيلة عبر هذا المباشر، إلى اللقاء.